الأهلي يهزم يانج أفريكانز بهدف نظيف ويؤكد صدارته للمجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك وعقبال اللي جاي إن شاء الله. إن شاء الله. خطوة مهمة جدا أن أنت تبقى أول المجموعة. واضح أن الأهلي تناول المباراة النهاردة بهدوء. يعني ما حملش نفسه أكتر من الوضع اللي هو موجود فيه، والارتياحية بتاعت التعادل دي كانت مخليه الريتم يمشي زي الأهلي ما عايز يعني. والخصم راضي بأنه تأهل، والخصم عايز يخطف فوز. ما عرفش. هي هم لعيبة كويسة وبينتشروا في الملعب كويس قوي، بيتحركوا عندهم سرعات وكل حاجة، ولكن الأهلي هو اللي كويس وجيد. صحيح. امتص جميع الكاونتر اتاك اللي كانت موجودة، امتص جميع الأخطاء اللي احنا كنا بنقع فيها، بقى اللعيبة بترجع تاني بروح وبسرعة وبلياقة بدنية، بتقدر تحبط أي محاولة كانت لفرقة يانج أفريكانز. ولكن المكسب الكبير النهاردة، غير انك انت تأهلت وكسبت على أرضك وكل حاجة، بعض الحاجات اللي هي ممكن تنفعك في المباراة اللي جاية، اللي هي ايه بالنسبة لي انا بقى؟ تحرك علي معلول، الشوط الثاني، حسين الشحات، اللغة اللي موجودة، الهدف اللي احنا هنتكلم عنه كتير جدا، لما يبتديها من على الخط حسين الشحات لانطلاقات علي معلول ويكمل هو السبرينت الشادو سترايكر يبقى وتتلعب له ويحطها، ده هدف انا بسميه جملة فنية جميلة جدا. طابلو اتلعب في المباراة كلها، هو ده اجمل ما في المباراة الحقيقة. فدي حاجة لازم نبني عليها المباراة اللي جاية، المباراة المهمة اللي جاية بالنسبة لنا. ربنا ساعات بيديك، هنتكلم فيها، ربنا ساعات بيديلك يا ايمن سكك. النجاح منين؟ الفوز منين؟ انت ليه بقيت كويس النهارده؟ انا كويس دايما تيشيرت النادي الاحمر، النادي الاهلي الاحمر، هو اللي كويس. هو كل ما بخدمه الحقيقه بالروح وبالجري وباللياقه البدنيه وبالثقه وبالسكواد اللي انا شفته النهارده ده، انت في المرحله الجايه باذن الله لو فضلنا ماشيين كده بنفس الريتم. بتتكلم على الماتش الجاي؟ الماتش الجاي واللي بعده واللي بعد. خلاص انا بتكلم على افريقيا بقى وعلى كاس نهائي كاس. احنا بنلعب على طول بطولات. احنا نوك اوت. ايوه. حتى في الدوري لما بنيجي نلعب احنا ما عندناش تعادلات ولا خساره، احنا نوك اوت. ليه؟ عشان تعتلي المرتبه بتاعتك اللي دايما انت بتبقى فيها، المرتبه الاولى بالنسبه لك. والساحه فاضيه لك يعني. والاخرين بيسمحوا لك يعني، ما فيش اجمل من كده غير انك انت تهتم وتركز وتدي الشخصيه اللي عندك، ما فيش اكتر من كده. من غير ما اطول عليك، مبروك النهارده، مبروك عوده لعيبه كتيره جدا، مبروك عمرو السوليه، اكرم توفيق، نبيل كوكا. كنا بنتكلم على مودست وعايزينه يبقى اكتف عن كده كتير، انما النهارده برضو لراحه الماتش والكلام من ده بقى عنده، هل عنده اكتر من كده او هيدينا اكتر من كده؟ هو صاحب عشان نفصل بقى في موضوع مودست ده، هو صاحب القرار نفسه في الملعب. هو اللي يقدر يحضر نفسه قبل اي مباراه ويخلي حالته البدنيه قوية جدا اللي تساعده في الفنيات اللي هو كان جاي بيها او بسمعته يعني. بص يا كابتن، طبعا مش هتكلم على مودز بصفة خاصة. لا انا بتكلم على حالة. لا لا لا، حالة احنا كنا بنتكلم فيها النهاردة. بتكلم يعني على حالة. ممكن في بعض الاحيان انا يكون عندي امكانيات ولكن لا تستغل في بعض المباريات بالطريقة اللي تناسبني. ممكن. انا هرد عليك اقول لك، ما هو جات له كورتين يحطها بدماغه كده في مودست. انا بتكلم عموما يعني. في العموم يعني. يعني ما تاخدش كلامي على مودست. انا بتكلم ما احنا بنحلل مين دلوقتي؟ لا لا، بتكلم في العموم. بقول ممكن اسلوب الاداء، او مثلا مستر كولر كان ليه فكر وليه وجهه نظر ان يلعب مودست في الحته دي عشان ياخد العرضيات، فما كانش فيه عرضيات، فما خدموش اسلوب اللعب في الشوط الاول مثلا. احنا ما شفناش ولا عرضيه. عندي يا ايمن مقوله اسمها النجاح بقفش فيه بايدي وسناني. النجاح امسك فيه كده، ما يبقى عندي لعيب في الحته المنطقه دي جايب جولين وعنده سرعات وعنده، ما خرجوش بره الحكايه، ما قلقوش بقى اساسي ولا احتياطي ولا لا، اديله. هي دي بس الـ 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 الخط الوهمي اللي احنا في التحليلات لما بنتكلم، مش ضد فلان ولا ضد علان، انا بتكلم على انا النهارده بوشنج للنجاح بتاعك. حتى عود اللعيبه بتاعتك ان الراجل ده
هو اللي هيشتغل الفترة دي، والراجل التاني هو المساعد ليه. انت عارف نظرية انا؟ أيوة يعني انا كونج رايت النهاردة متعود على أسامة أبو علي، كويس؟ بوم بوم من الشمال واليمين، وهو بياخد المرة دي الخطوة الأولانية، وبعدين يتأخر، وبعدين ياخد العالية. كمل 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 في الفراغات، وكمل في النجاحات، وكمل في حياتك انت. ما تروحش مرجع لنا حد تاني. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا ريت، يلا بينا النهارده مش عارف. لا، انا اقفش في النجاح، وده اقوى حاجه بالنسبه لك في كره القدم. لما بتتمكن من اي فرقه بتلعبها، انا انت انت الاسد، انت الاسد اللي الوايلد اللي بياخد بضوافره المباراه كلها وبيحطها في جيبه. فهو ده بس اللي احنا بنتكلم فيه، مش مسميات. ما انت عندك 70 لعيب، انا قاعد بره اهو، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وكريم الدبيسو ورضا سليم ومجدي قفشه. يعني انا عندي مليون لعيبه، هفضل احلل بقى واقول له هو ده ليه ما خدش وده خد؟ لا، هنا الفنيات والمدير الفني من حقه انه يوضب الترتيبات اللي هو بيشتغل بيها على جميع المباريات. يقول لك النهارده انا اديت لامام عشان الماتش الجاي هحطه اساسي، يبقى رجله في الملعب ونفسه مفتوح، دي حاجات بتاعته هو. لما نيجي نتكلم في نجاحات انت مسكت فيها في احد اللاعبين المعينين، رضا سليم، اسامه ابو علي، اتمنى ان احنا نزق على قد ما نقدر. هاخد من الجمله دي ماشي. كابتن اسامه، الف مبروك، فوز مستحق طبعا للنادي الاهلي، وتصدر عن جداره واستحقاق. طبعا. خلينا نتكلم في النقطه دي برضه. انا عايز اقول لك حاجه، مودست الثلاث ماتشات ولا الاربع ماتشات اللي فاتوا ابتدى يحط رجله، ابتدى يعرف طريق المرمى، ابتدى يتأقلم شوية، كويس. فانت في نفس الوقت، كابتن شريف بيقول لك ما تبعدش وسام، لان دخل ولعب نشيط جاب جولين. ما انا في نفس الوقت انا كمدير فني قناعاتي بمودست عالي، فما بعدوش عن الملعب برضه. يعني عايز رجله في الملعب، هو عايزه يكمل بصمه، عايز يحط بصمه. اكيد كل مدير فني بيبقى ليه وجهات نظر، بس هو يعني حتى هذه اللحظه، مودست لسه ما اقنعش جمهور الاهلي ولا النقاد ولا المحللين ان هو المهاجم اللي يلعب اساسي فرقه النادي الاهلي. هو الراجل عنده قناعات بالظبط وشغال عليها، ماشي، ادينا احنا بنتابع وبنشوف. هي الفكره اللي الكابتن شريف بيتكلم عليها ايه؟ ان احنا بنقول وسام ابو علي واضح انه انشط في الحركه شويه، اسرع، اخف، لعب الماتش اللي فات جاب جونين. هو قصد كابتن شريف ان كان يستمر في الدفعه دي، يستمر انه ممكن يبقى يجي منه اكتر، اي يستمر. فهي وجهات نظر يعني. في النهايه مستر كولر بيوازن الاداء بين مين اللي يبدا، مين اللي يلعب، مين اللي يجهز شويه. وخاصه احنا قلنا النهارده المباراه النادي الاهلي كده وصل، لكن كان بيبحث على المركز الاول، لكن ما فيش الخطوره الكبيره انه هيبقى بره البطوله مثلا لو خسر. فعنده اريحيه انه ممكن يغير ويبدل ويشوف، يدي ده يوقف ده على رجله، يدفع في ده شويه. عنده رؤيه معينه بالنسبه له لسه ما وصلتش لينا او للجماهير او للنقاد او كده، هنشوف مع الايام. ولكن يعني فكره الكابتن شريف انا معاها، ان هو يعني كان وسام ممكن ياخد وقت اطول من كده. يعني هو لعب 14 دقيقه، محتاج ياخد وقت، خاصه خد الدفعه، يعني خد دفعه، توفق. ايوه، خد دفعه انه لعب وجاب جون وضربه جزاء ونشوف برضه، لان احنا لسه برضه مش حكمنا نهائي على وسام. احنا بنقول انه يعني ايه، خد الدفعه فيكمل. يعني دي وجهات نظر، واكيد مستر كولر هو اللي بيصير الاداء فيها. لكن بصفة عامة الشوط الثاني النادي الأهلي كان أفضل، صحيح، أحسن بكتير. يعني احنا اتكلمنا عن السيطرة والاستحواذ، الشوط الأولاني كانت قليلة قوي. الشوط الثاني لا، احنا اللي مسيطرين تقريبا على معظم الشوط الثاني. سرعة الأداء عليت،
بقت في خطوره من الجانب الشمالي اللي فيه معلول وشحات، الى حد ما الناحيه الثانيه اتحسنت شويه برضو، اليمين اللي فيها اكرم وبيرسي مش بالخطوره الكبيره بس الناحيه دي اتحركت اكتر. نص الملعب ابتدى عمرو السوليه ينشط اكتر، وشفنا كورتين خطيرين، واحده الشحات كان ممكن يجيبها هدف بعد الهدف الحلو قوي، بس هو حب يعملها بالعرض لموديست او بعديها السوليه عمل تسديده حلوه قوي. فالاداء اتحسن كتير قوي الشوط الثاني، من حيث السيطره والاستحواذ، من حيث سرعه الاداء، من حيث الهجمات الخطر، بقيت حاسس ان النادي الاهلي ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه. وطبعا ده برضو كان اكيد من احساس اللعيبه ان الشوط الاولاني ما كانش مقنع قوي، وثانيا ان اول دقيقه تقريبا في الشوط حسين الشحات جاب هدف جميل قوي، عملها حلوه قوي المعلول، ومعلول صبر واستنى عمال ما حسين جاله وحطها حسين، فكمان فتحت الموضوع قوي. النادي الاهلي بقى هو الاكثر استحواذ، هو الاكثر سيطره، هو الاكثر خطوره، هو اللي واصل للجون دايما، يعني باستثناء كوره ولا كورتين لفرقه يانج افريكانز، النادي الاهلي استحق الفوز، وخاصه قلت لك الشوط الثاني. وطبعا برده شفنا مصطفى الشوبير تالق في كوره حلوه قوي، اتلعبت بالعرض واتحطت بالهيد في شالها كويس من على السته من الزاويه القريبه. عبد المنعم النهارده عامل ماتش كويس، مروان عطيه الشوط الثاني افضل وعامل ماتش كويس، ربيع عامل ماتش كويس، الشحات انا قلت لك من الشوط الاولاني اكثرهم حركه وخطوره، وفعلا هو اللي عمل الجون، وحتى خطورته لغايه لما طلع كان عامل نشاط ناحيه الجبهه الشمال. فالنادي الاهلي الشوط الثاني ما فيش شك انه افضل واخطر واستحق، وكان ممكن يضيف اهداف كمان. صحيح كابتن عادل، الف مبروك، فوز غالي للنادي الاهلي. انا متهيألي الفوز بذكاء، ولكن الهدف الاساسي تحقق من المباراه. عشان كده انا قايل لك ان النادي الاهلي مبروك عليه الوصول، ان هو لعب مباراه وهيبقى اول مجموعه يقابل الثاني المجموعه، مبروك على النادي الاهلي الفوز بدون خسائر في المباراه نفسها، بمعنى الخسائر اللي هي في اللاعبين والاصابات والحاجات يعني دي. اتمنى ان كوكا يكون سليم ان شاء الله. ومبروك برضو الفوز بدخول الاهلي بثقه في مباراه الزمالك القادمه. انت خلي بالك اللي احنا بنقعد نتكلم يا كابتن ايمن دايما على استمراريه المكسب بيجيب مكسب، ولا الحته ان انت طول الاسبوع بتشتغل على الفنيات ما بتشتغلش على تصليح الاخطاء. فانت لما دي مهمه جدا انك بس خليني اقول لك حاجه في النقطه دي. احيانا يقول لك ايه ان ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش مقاييس. ده كان زمان، حتى في الملعب نفسه، حتى يوم الماتش نفسه كان زمان. كان زمان. بص يا كابتن ايمن، قعدنا مع مانويل جوزيه 18 مباراه ما فيش المقوله دي خالص. انت كنت بتقول الاهلي هيكسب كام وبتزعل ان الاهلي بيخسر 2 او 3 احيانا كتير قوي، فما فيش المقوله بتاعت دي كانت ايام ما كان تقارب في المستويات. خلينا نتكلم بمنطقيه، انت الافضل في الفتره دي، انت الافضل. ان الزمالك يعني كفرقه دي تاني فرقه بعدك، وفي تدعيمات وفيها تدعيمات وفيها كل حاجه، بس انا بكلمك على ان النادي الاهلي دائما المفترض. علشان كده انا بقول لو انت في عز عفوانك او انت شغال افضل واحسن، ها اللي يحصل كنت يا كابتن ايمن يعني مش زي زمان. يعني خلينا نبقى منطقيين، انت بتتكلم على هات ال 20 سنه الاخيره، تلاقي النسبه ما بين الاهلي والزمالك نسبه كبيره فوز النادي الاهلي، وهات بالارقام واحصائيات، ولكن في المباراه اللي زي دي انت بتتكلم على خارج مصر، انت تلعبها في السعوديه، ودي هتبقى مباراه مهمه ليك جدا للاهلي وللزمالك، ان هو يعمل تاريخ كويس بره بالنسبه لمباراه. ولكن في اخر الامر مش زي زمان، فرص مش متقاربه فنيا، انا بتكلم فنيا. في اي اعتراض؟ يعني بص، دايما مباريات البطوله يعني المباراه بتاعه البطوله دي تقلق شويه كابتن، بكلمك فنيا.
انا بتكلم فنيا. انا ماليش دعوه بحته انه بتقل ولا انا بقى انا بحلل لك بيقول لك فرقتين في الوقت الحالي. الوقت الحالي النادي الاهلي بالكره اللي عنده بالسكواد بالاستقرار بالنتائج بالبتاع فارق كتير جدا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك بيحاول يلملم اوراقه ويقف على عجله على رجله ويروح ويبتدي. وبنتمنى له على فكره ان الكوتباي دايما يبقى هم اللي بيمثلوا الكره المصريه. ما عندناش حاجه ضد حد، ولكن عادل بيتكلم في نقطه التفوق موجود فين اللي الدنيا كلها محلله نفس الشكل ده. في استقرار دلوقتي عند النادي الاهلي يؤهله. بص هي دي للمباراه اللي جايه بنسبه 70-30%. بس هي دي فلسفه عندنا طول عمرنا بنتكلم فيها، انك انت لا تامن لاي مباراه بتصد الله. ايوه بالظبط. وما فيش حاجه اسمها حاجه مضمونه، دي استراتيجيه احنا فاهمينها. لكن انا بحلل لك فنيا، انا مش دعوه بنتيجه المباراه، ممكن تطلع نتيجه المباراه باي طريقه. لكن انا بكلمك الفروقات ما بين الفرقتين، فرقه الاهلي وفرقه الزمالك في الوقت الحالي، فرقه الاهلي واي فرقه في افريقيا في الوقت الحالي. انت الافضل ليه؟ تمام. انت الافضل ليه؟ انت بقالك قد ايه بتوصل نهائي افريقيا؟ ما شاء الله يعني بقالك فتره طويله. ده نبع من ايه؟ انت اقوى والبطولات الافريقيه قلت. بكلمك خلينا نتكلم منطقيا وفكر، وبنتكلم في كره القدم. الاوروبيين بياخدوا اللعيبه الافارقه في الوقت الحالي. يعني كان زمان واحنا كلنا لعبنا قدام عبيدي بليه، ولعبنا مش عارف قدام مين، ولعبنا قدام يوسف فوفانا ولعبنا قدام ما كانش لسه بيخرجوا بدري. دلوقتي اسك ابيجيان، اسك كل سنه يلعب في بطوله افريقيا يخلص البطوله الفرقه كلها بتمشي بره على طول. في فرق كتير ما فيش الا شمال افريقيا هم اللي هم احنا منهم، اللي هي ترجي، اهلي، وداد، رجاء. انت بتتكلم في شمال افريقيا هو اللي بيهتم بالبطولات كتاريخ. فانت الافضل في افريقيا. سان داونز لما قفل على نفسه شويه بقت فرقه خطيره وبقى رقم في افريقيا. انيمبا بقى رقم في افريقيا. فكره القدم ما يعني خلاص ما بقاش زي زمان، لانها صناعه دلوقتي. ما بقاش زي زمان انت قريب مني وانا قريب منك. انت ما بتشتغلش يبقى انت مش هتبقى كويس. تبقى كويس ازاي؟ احنا بنشتغل. احنا عندنا لعيبه افضل لعيبه في مصر في الوقت الحالي. انت عندك افضل، بتجيب من افضل المدربين على الاقل مع الانديه الاخرى. انا مش هقول الافضل على الاطلاق يعني، لا، بس انا بقول لك على الاقل امام الانديه الاخرى. وفي اخر الامر يا كابتن ايمن، هي مباراة احنا بس بنقعد نقولها دائما اقول لك كسياسة او كفكر مننا احنا، ان احنا بنقول دائما خلي بالك من المباراة الصعبة وما تاخدهاش بسهولة، ولازم نتحمس 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 حاجة، لكن الموجود على الارض حاجة تانية. خلينا نحلل الماتش النهاردة وبعدين نروح بعد كده للاهلي والزمالك. كابتن بلال، الشوط التاني اختلف ليه عن الشوط الاول؟ عشان الجول اللي جبته بس. وجهه نظري الاهداف بتحل طلاسم كتيره جدا يا كابتن علي. الاهداف بتغير من نمط اللعيب، من نمط الماتش نفسه. الاهداف بتغير من الاستراتيجيه بتاعه المدرب الكسبان والخسران الاثنين. الاهداف بتغير من السيكولوجيه بتاعه اللعيبه نفسها في الملعب. تمام، انا النهارده سجلت 1-0 غير ما انا 0-0 غير ما مغلوب 1-0، موضوع مختلف تماما. ماذا لو تاخر الهدف كنا هتفضل هتشوف ماتش زي بتاع الشوط الاول بالظبط بالظبط بالظبط، الى ان يحصل تعديله وتغييره في الملعب، سواء اذا كانت تغييره داخل الملعب تكتيكيه او تغييره من خارج الملعب برضو تكتيكيه. تمام، انما انا نفس اللعيبه نفس الامكانيات نفس طريقه اللعب. تمام، 0-0 النتيجه، هتلاقي الفرقه الثانيه فيها عندها تحفظ زي ما انت شفت كده، بيحاولوا يبنوا هجمه ويطلعوا بكرات سريعه، وهم ثابتين الاربعه المدافعين بتوعهم ثابتين ما بيتحركوش. بالزبط. تمام، اللي بيتحرك الاثنين الطرف وراس الحربه واللي تحت راس الحربه، الاربعه دول هم اللي بيقوموا بكل المهام الهجوميه. تمام، لما تسجل الهدف الملعب اتفتح بقى، معمول ستريتش بقى، هو عايز يهاجم فيفتح الخطوط، مش عارف يعني عايز يهاجمك. تمام، بس يهاجم على استحياء برضو يعني، بس عايز يهاجم خلاص، عايز يبني، عايز يفتح الملعب. تمام، بس خلاص، ما انت طالما فتح لك الملعب اداك فرصه عظيمه انك انت تشتغل.
تمام. وانت استغليت الفرصه، استغليت الفرصه. ده الشوط الثاني افضل بكتير جدا من الشوط الاول، عندك مساحات بتتحرك فيها، قدرت تستغل المساحات بشكل كويس، الباص بتاعك بقى جيد تمام، الثقه في النفس بقت اعلى بكتير جدا 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 تمام، الباص بتاعك بقى متقن، بتلعب باريحيه، خلاص انا يوم ما الدنيا هتعادل خلاص برضه انا اول تمام. على عكس الشوط الاول فرصه ممكن تسجل هدف يروح تروح للمركز الثاني، انما اللي غير الشكل هو الهدف المبكر. الهدف طبعا الهدف المبكر هو اللي غير بدايه الشوط الثاني، هو اللي غير الشكل بالنسبه او بالطريقه اللي انت شفتها دي. طبعا طبعا مليار في الميه تمام. يعني انت لو ما سجلتش الهدف كانت الامور هتفضل، لان هو كمان كان هيستمر على نفس النمط اللي بيلعب بيه، الاربعه مدافعين وقدامهم الاثنين السنتر باكس والاثنين اللي على الطرفين بيهاجموا وراس الحربه واللعيب اللي تحت راس الحرب تمام. هم دول الرباعي ومقفل بشكل كويس جدا، والكرات الطوليه هو اللي بيسيطر عليها، نتيجه الملعب يعني الكره بتجري بتتزحلق يعني تمام. فهو ده كان هيبقى نتاج الماتش، انما النهارده هدف انت سجلته. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، بنقول الاهداف الفرص يا جماعه، الفرص بتغير من نتيجه الماتشات، بتغير من الاداء. استغلال الفرص ده امر مهم جدا، انت مش بس احنا مش بالنادي باستغلال الفرص عشان تسجل هدف، عشان تشوف ماتش حلو زي اللي انت شفته في الشوط الثاني تمام. لو ما كانش جه الهدف ما كنتش كنت برضه هنتفرج على ماتش عقيم، ماتش عقيم، ماتش دفاعي بحت، ماتش فيه التزام تكتيكي رهيب، ماتش فيه بتحسس على الكوره، بتخرج الكوره من رجلك يعني بتطلع بصعوبه جدا، الفرقه الثانيه بتقاتل وخلاص. لكن المباراه لما تسجل فيها هدف اتفتحت بشكل كويس، اصبح ليك السيطره، اصبح عندك مساحات بتتحرك فيها تمام، الفرقه اللي قدامك خلاص يعني بقى في نوع من يعني امبالانس، يعني بقى في نوع من الدربكه كمان، مفيش توازن عنده هناك، لانه خلاص هو بيدور على حل تاني، بيدور على حل ان هو يسجل هدف. عشان تسجل هدف لازم تغير من الاداء بتاعك التكتيكي، ولازم تغير من شكلك في الملعب، ولازم تغير من النمط اللي انت بتلعب بيه، ولازم تفتح الجيم قوي عشان تبتدي تخش في صراعات مع فرقه النادي الاهلي، والملعب يبقى معمول يتعمل استريتش زي ما حصل كده تمام. وهل هم راحوا بكام كره؟ ممكن يكون راحوا بحاجات يعني حاجات وضع طبيعي طبعا. حاجات بسيطه بس دي خليته ان هو لما يفتح الجيم عليك، ادت فرصه لحسين الشحات ان هو يبقى عنده مساحات، في مساحه بقى. ادت فرصه لطاهر لما نزل، ادت فرصه لعلي معلول لما راح، حتى كمان انت خد بالك من طريقه الخروج بتاعت علي معلول الشوط الاول والشوط الثاني الموضوع مختلف تماما. لقى مساحات بيشتغل فيها، خلاص الشوط الثاني مساحات كبيره جدا بيشتغل فيها، لانه هناك الشوط الاول كان المدافع واقف والمهاجم على طول هو اللي بيتحرك، الشوط الثاني كان المدافع والمهاجم الاثنين بيتحركوا، فلما بتقطع الكوره بتدي فرصه لعلي معلول وحسين الشحات الاثنين لهم مساحات كبيره جدا جدا يتحركوا فيها. وعلى العكس الناحيه الثانيه حسين الشحات لما كان برضه بيتحرك في مساحات كبيره جدا، برستاو مساحات كبيره نص ملعب. الامور اختلفت بشكل كلي وجزء الشوط الثاني نتيجه ان انت استغليت فرصه وسجلت منها هدف كويس. هل بيبقى ممكن اقول او اعمل ربط ما بين ماتش النهارده وماتش الزمالك يوم الجمعه الجايه؟ بص مفيش مدير فني ما بيعملش ربط طول ما هو شغال، يعني في كل الماتشات التحضير نفسه بتاعكم، يعني النهارده هو بيحضر بيشتغل ليانج افريكان وهو كمان عينه على ماتش الزمالك مليار في الميه. وانا ممكن حاجه تخليني اغير فكري مثلا في الماتش دوت حصلت، تخليني اغير فكري في التعامل مع الماتش الجاي مليار في الميه. انا النهارده مثلا لو انا بلعب ب 4-3-3 ماشي تمام، وبحط النهارده في تشكيل احمد نبيل ومروان عطيه وعمر السرعي كويس، فلقيت ان الاداء الدفاعي جيد لكن الاداء الهجومي مش مديني المردود الايجابي اللي انا عايزه، الاستحواذ اللي انا عايز اسيطر بيه على المباراه مش موجود تمام. ما انت برضو مش هتلاعب المباراه اللي جايه على سبيل المثال باك رايت مثلا تمام، ما اقصدش انا بتكلم في تاكتكس تمام، فمش بتكلم في افراد طبعا ده وضع تاني. فالنهارده لا، يبقى انا هغير من النمط بتاعي، هغير من الطريقه بتاعتي، من شكل الاداء بتاعي، يبقى انا مش هلعب 4-3-3 فلايت زي ما انا هلعبها، يبقى انا العب باربعه ممكن 1-2 هكذا يعني 3 مثلا، فاهم قصدي؟ 4-1-2-3 العب بالطريقه بالشكل ده، يبقى انا ممكن العب 1-6 و2 قدامهم 2-1-2-8 تمام، عشان استحوذ اكتر، 2 لعيبه كوره عندهم الامكانيات بتاعت لعب الكوره افضل. انا كمان ببني حساباتي على الخصم كمان، وضع طبيعي انك هتبني على الخصم، بس انت بتبني على الخصم لازم تبني على فرقتك انت كمان. ده اكيد طبعا، ده اكيد. يعني انا ما بقولش الزمالك هم اعلى مني فنيا قوي فبالتالي انا هبقى رد فعل النهارده تمام.
انا هبقى رد فعل النهارده ليه هشتغل ازاي؟ الزمالك عنده اتنين خطر على الطرف من الملعب، فانا هثبت الاثنين الباكين بتوعي، بس انا كمان عايز اشتغل، انا كمان عايز اسجل اهداف، انا كمان عايز يكون ليا تواجد هجومي. يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل المباراه اللي جايه زيزو بسريع وبيهاجم، خلاص علي معلول هيثبت تمام. طب بلاش علي معلول خالص في الماتش ده، لعب عمر كمال عبد الواحد لعيب سرعته اعلى وهيدافع كويس، يبقى انا احطه في الحته دي، انا مش محتاج ان انا هاجم بلعيب بالليفت باك بتاعي وهو بيهاجم برضه، وعمر كمال ما اقصدش قصدي هتبقى بص خد بالك بص يا كابتن، رايت باك وليفت باك يعني 70% دفاع 30% هجوم، مش 50-50. احنا في الاهلي عشان دايما بتقابل فرق اقل منك في المستوى، فانت بتقلبها 50-50 او 60-40 لانك انت دايما انت اللي مسيطر، انت دايما في نص ملعب الخصم، فبالتالي الادوار الهجوميه للمدافعين بتاعتك بتبقى ادوار بارزه تمام. ليه؟ لانك انت دايما حاطط الخصم في 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 نص ملعبه. انما النهارده لما تلعب خصم ايكوال يعني مساوي ليك، لا انا النهارده هيبقى الماتش اللي هيغلب عليه الطابع التكتيكي اكتر من الطابع الفني تمام، او اكتر من بس الشكل الجمالي او المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه. لا انت بتلعب فرقه عندهم وينجين كويسين، فبالتالي لا انا ممكن المباراه اللي جايه اشتغل اثبت الوينجين، اثبت الاثنين الباكين عندي تمام، ويبقى الشغل عندي من نص الملعب والاثنين الوينجرز بتوعك تمام، واشتغل بالحته دي وادي بشكل جامد جدا جدا. انما النهارده لو انا عايز اشتغل واطلع علي معلول واسيب الحته دي فاضيه، هتبقى عندي مشاكل في السرعات طبعا، هتبقى عندي مشاكل كبيره جدا. الربط اللي انت بتقول عليه هو ده موجود في كره القدم طبعا. انا النهارده راجل بيتفرج على لعيبه بتاعت نص ملعب، النهارده استحواذ الشوط الاول مش افضل حاجه بالنسبه لي، يبقى انا لا هغير في الشكل النمطي بتاعي ده، مش هلعب ب 2 6 1 8، العب 1 6 2 8، بحيث ان دول يبقى يعني الاثنين البوكس تو بوكس دول هم دول هيبقوا محور الاداء، ممكن بس يبقى بس الماتش اللي جاي. بس عايز اقول لك حاجه يا كابتن بلال، اتفضل. طبعا هو الجول المبكر غير من شكل الاداء الشوط الثاني، حقيقي. ولكن اكيد مستر كولر اتكلم بصوره يمكن تحفيزيه لا أكيد. وعدم رضاه عن الشوط الاولاني اكيد اكيد مليار في الميه طبعا. انت بتلعب في ملعبك يعني كان ليه دور كابتن، انت بتلعب وده اللي شفناه من اول دقيقه. بص انت بتلعب في ملعبك، التشكيل ده فيه 80% من التشكيل الاساسي بالنسبه لك، يعني 80%. انت قصدك على الماتش الجاي الاساسي ولا عموما؟ بتكلم في شكل عام، ماشي. مش بتكلم على ماتش الزمالك تحديدا، بتكلم بشكل عام. ده فيه 80% تقريبا من القوام الاساسي بتاعت الفرقه. يعني انت القوام الاساسي مين؟ شيل اكرم توفيق ونحط محمد هاني تمام، مين تاني؟ عمرو السوليه ممكن مثلا، او احمد نبيل ونحط مكانه امام عاشور من البدايه تمام. هيبقى يعني 80% تقريبا من الشكل من القوام الاساسي بتاع النادي الاهلي. فبالتالي المدير الفني مباراه زي كده، ما انت برضه بتبص حتى كمان لو ما بتبصش للزمالك، انت كمان بتبص لافريقيا اللي جايه. ما هو انا برضه هتلعبني فرقه ممكن تكون بنفس مستوى يانج افريكان او في نفس او فرقه اعلى منها كمان. فبالتالي انت بتبص، انا كمدير فني ببص طب القوام الاساسي بتاعي ده تمام، ما هو الشوط الاول على ملعبي مش افضل حاجه بالنسبه لي، فطبيعي لازم يبقى في تحفيز، لازم يبقى في كلام جامد، لازم نلعب اسرع من كده، لازم الكره تبقى في احسن من كده، الميس باس الكتيره اللي كان موجود الشوط الاول لازم نخلص منه، لعيبه نص ملعب لازم يكون لها دور اساسي في الهجمات بتاعتنا صح. وده اللي ما كانش موجود الشوط الاول، وده اللي تطور وتغير الشوط الثاني. لكن هي كره القدم يا كابتن، ما هي فرص. انت اتفرجت امبارح مباراه الزمالك والداخليه امبارح؟ الداخليه الماتش فرصه، ما هي الفرصه، الماتش فرصه، ايوه صح، فاهم قصدي؟ لو ما جابش ليه كان الماتش يخرج بالتعادل. هل ده معناه ان مثلا الزمالك سيء جدا؟ لا، الماتش خلاص، الماتش مقفول. انت برضو يانج النهارده قفل لك الجيم، فانت الميزه اللي عندك ان انت استغليت الفرصه الحقيقيه اللي اتيحت بالنسبه لك، وده اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ممكن الماتش يا جماعه على فكره مش لازم تخلق 10 فرص، مش لازم، لكن ممكن فرصه واحده اسجلها هي تبقى فرصه الماتش، وهي اللي تتاح ليا طول الماتش. ما النهارده فرقه بتدافع كويس او تغير شكل الماتش وتغير طبعا صح. بشكل يعني بشكل كبير جدا. النهارده انت اتيحت ليك فرصه حقيقيه، شوط هي فرصه حقيقيه، فرصه واحده الحقيقيه هي اللي انت سجلت منها هدف، وده اللي احنا بننادي بيه. ممكن يا جماعه الماتش كله ما يبقاش غير فيه فرصه واحده. ليه؟ طبيعه اداء الفرق اللي قدامك كده، طبيعه لعبها كده، هم مقفلين كويس وعاملين زون كويس وصراع وبيلعبوا بدماغهم واقوياء جدا، فانت في الحته دي بتدور على خلق فرصه واحده تستغلها وتسجل منها هدف، وده اللي حصل بدايه الشوط الثاني. هم نزلوا الماتش، انت نزلت متحفز سريع، لعبت كوره كويسه، علي معلول رجعها لحسين شحات هدف، المباراه اتفتحت، بقت بالنسبه لك من اسهل المباريات اللي لعبتها في بطوله افريقيا السنه دي او في دوري المجموعات السنه دي. الشوط الثاني صحيح نتيجه ان انت سجلت هدف مبكر، خلاص غير من مفاهيم الفرقه الثانيه.
وكان في تنظيم دفاعي جيد كمان الشوط الثاني يا كابتن شريف. يعني يمكن الشوط الاولاني كان في بعض الاختراقات بعض الوصول لمصطفى شوبير، ولكن الشوط الثاني يعني قلت الخطوره على مرمى مصطفى شوبير. هو الهدف لما جه برضه خلاك تلعب بارتياحيه وبهدوء وبامتصاص اي حاجه بتجيلك وبرؤيه وبتركيز، والهدف اتحقق لي خلاص. انا حتى لو دخل فيا جون هبقى موجود في اول المجموعه، المراد تحقيقه يعني. ف الشكل اللي اللعيبه بتلعب بيه ده، عشان كده انا دايما اقول لك ايه، انا بحب الفرقه تبقى في فرقه اساسيه وفرقه موجوده في اي وقت الطلب فيها لعيبه معينه 20 دقيقه 40 دقيقه 50 دقيقه وتفر بقى بيبتدوا بيهم، او دي وجهه نظر اللي انت بتتكلم عنها بتاعه المدرب يعني. انما الفريق كمان اللي قدامك النهارده احنا ادينا له اكتر من حقه بعد المباراه اللي عملها قدام بوليسداد الجزائري. فكان شكله اجريسيف اول الماتش اللي فات وعلى ارضه وبتاع، واربعة صفر دي تخض برضه وتخليك انت تحترم طبعاً الدنيا كلها. ف نوعيات اللعيبه اللي عندك بقى زي علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي، ما فيش حاجه اتغيرت الحقيقه. اللعيبه ادام اللعيبه دي في مستواها وفي ثقتها النفسيه وهي بتلعب هتديك مردود 10 على 10. لما تلاقي عمرو السوليه النهارده بيحرك نفسه وبيعايز يثبت وعايز يعمل، وشفناه في الشوط الثاني بيشوط وكان ممكن يجيب جولين يعني مش جول واحد، وبيدي اللي عنده مروان عطيه الطبيعي بتاعه. طيب فهمتني؟ طب ممكن تجيب لنا الصوره دي هنا بعد اذنك. بص يا كابتن، دي مثلا في الدقيقه 24 الاهلي كان بيضغط على من نص ملعبه، طبعا على اليانج افريكانز في نص ملعبه. ده احنا اتفقنا عليه قبل الماتش. ده مظبوط كلنا. مظبوط مظبوط مظبوط. دي الكرة دي وصلت مودس اللي هو شاطها لف وشاطها بشماله في نص الجول. ماشي باد لك في ده، ما اتملتش في رجله يعني. بالظبط. مش هنقول ان هو لعبها وحش ولا لا، هي الكرة دي وهي جايه لنا احنا في الناحيه دي وفي الحته دي لازم لا لا هات لي الصوره دي. لو بيرسي تاو عايز اقول لك على حاجه، هات الصوره اللي فاتت تاني. ده لو بيرسي تاو، هات الصوره اللي فاتت. لو بيرسي تاو لا لا لا، والكره رايحه على مودس، الصوره اللي قبل دي بالظبط. ايوه دي. ده لو بيرسي تاو يروح تاني هياخدها ويديها واحده بشماله مش هتشوفها الا في الثلاث خشبات. انما هو مش اشول لا مودس. حتى لا كان ممكن يزق بيها كمان، يروح كمان يزق كمان. احنا بنتكلم فيه بقى من اول الماتش ومن اول الاستوديو. الراجل ده الحجم التعامل وحجم الحاله البدنيه اللي هو فيها، هو ده المردود بتاعه، انه لما بتجيله فرصه ويشوف عايز يخلص ويسدد. ما عندوش حته حسين الشحات التوغل ولا امام ولا بيرسي، وما عندوش التكوين الجسماني حتى بتاعه، تكوين جسماني فينيشنج مش تكوين جسماني راننج وبدني وخناقه واخده في ظهري وحاجز عليه وانا ملك الكوره لا لا، ده بيدور على ثغره طول المباراه يترجم منها زي المباراه اللي قبلها. الباس بتوين عدتك تك تك اختي دي بالظبط، باس بتوين تك على طول، وده الستايل اوف بلاير. لو مكانه كابتن بلال تروح وتاخدها واحده كمان وتكمل على الجول، ولا تشوطها برده زي هيروح ويعطها بايده برجله اليمين بلال في تلفها لا مش هيلف، بلال هياخدها ويروح. بص الكره هنا يعني سهله مش صعبه. سهله نلف مره واحده؟ لا مش لا ما يلفش مره واحده. لا ايوه قصدي الكوره يعني وضعيه الهجمه سهله يعني، فاهم قصدي؟ بس هي خد بالك تختلف من 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 فكر لفكر، من لعيب للعيب. هو بدني خد بالك، هو ممكن يكون حاسس في دي ان المدافع قريب منه، المدافع التاني قريب منه، ما يقدرش ياخده في ظهره، فبالتالي عايز ايه؟ يا دوب يسند ويشوط واحد. ايوه تمام قصدي، فاهم يعني؟ لكن انا في برضه يا بلال برضه انا وجهه نظري والنقص، هو فاهم انه عنده نقص في امكانياته زي ما شريف بيقول، انه يزق واجري واحد البدني بتاعه، البدني بتاعه عايز يعملها واحده مش جامد. لكن هو الطبيعي في الكوره دي، بس هي كمان احنا شايفينها باخد الراجل في ظهري لما جت. اولا المدافع اللي ورا سابقه بكتير، هو سابق بكتير، والمدافع اللي في ظهره سهل جدا، هو كان يزق الكوره سهل جدا، كان يزق الكوره ويحطها في اي حته. طب دي كوره حسين الشحاته يا كابتن عادل، ماشي نكمل.
بيرسي اتحرك كويس، عملها وات شيب اتزحلق، بس اتزحلق اتزحلق وهي مش اوفسايد اصلا. مش اوفسايد، مش اوفسايد، بس هو راح الارض مبلوله جدا فاتزحلق اتزحلق فيه. بس هو حسين فكر فيها حلو، دي كورة عمل له تشيب من دي كوره منها ما كابتن دي مهمه جدا. الكوره الاولانيه دي ده منها بيعمل، جاب منها واحده في الوداد نفس منها طول عمره بيعملها على طول، هو ومعلول طول عمره بيعملها. اولا بيخطف كويس على الارض، جت في الشبكه من بره منهم على فكره، وهو كمان في القطاع تحت كان بيجيب اهداف كتير قوي من نفس اللعبه دي، كان يروح على القريبه ويطلع يجيب جون يعني. لا هات لي كوره منعم تاني، هات لي كوره منعم تاني، ده نفس كوره الكورنر اللي اتلعب، نفس كوره السودان. طيب منعم الكوره دي خدنا بيها منعم بره جول شويه يعني، هو ناحيه بره يعني على خط السكسيون بالظبط كده، كان لازم يزحلق او ممكن يلعبها. بص يا كابتن الكلمه اللي انت بتقولها دي الكلمه اللي انت بتقولها دي بقت علم دلوقتي، علم كبير بيعملوه المدربين التخصصيين. ايوه اللي هو ايه، يقول للعيب الفرويد لما يجي يشتغل معاه يقول له شوف الست يارده فين بالزبط. وشوف الخط فين، وكل حته في جوه ال18 ليها وضع تشريحي للعب. يعني انت لو كان منعم جوه كده شويه كان المفترض انه يحطها في الطريقه مظبوط، لو هو بره كده يزحلقها اكتر عشان توصل لايد الجون وتيجي. علشان كده منعم المفترض ان هو الاهداف اللي بيجيبها، يعني الجون ده جابه بس كانت بره كده شويه ماتش او يا كابتن يزحلقها لورا. هو منعم منعم ما بيروحش يعملها اثنين، منعم بيلعبها على الجون على طول، وهو التكنيك بتاعه. بس هو بقى اللي انا بقول لك عليه، انت دلوقتي بقى تمرينات تخصصيه كتير جدا، يعني انت بتجيب منعم بس وبتحط له علامات وتقول له لو جريت هنا تحط كذا فين كذا وتترفعه له وتجيب مره تانية ومره ثالثه، حتى كل الفراوده كده يعني. مده الحاجات اللي هو بيشتغل بيها دي لو عنده الاليه ازيد، الاليه ازيد في اللعب وحسيته اكتر على الجول تلقائي، يلعب تلقائي مزبوط. انت لو انا اكيد انا ممكن اجيبك في يوم من الايام كده، لو انت كابتن ايمن او مثلا كابتن بلال انتوا اللي كنتوا بتجيبوا كوان كتير يعني. انا لو مسكتك في اللحظه اللي انت بتجيب فيها الجون مش تعرف انت جبتها ازاي، انت بتشتغل بالاليه هي دي. فالمدرب الذكي اللي بيعمل ايه مع الفراوده اللي بيشغلهم على حاجتين، تزويد الاليه وتزود خطوط الملعب، حفظ خطوط الملعب مع اليه اللعب. صح كابتن بلال، دي في الدقيقه 40 من الشوط الاول ابتدى يانج يضغط عليه ويضغط علينا بزياده عدديه، يعني يمكن احنا اتكلمنا على الموضوع دوت ان هم احيانا بيضغطوا بعدد كبير وبتخلق مساحات عندهم في نص الملعب لو انت عملت التحول السريع. صحيح. هنا بيضغطوا عليك بكثافه يعني 1 2 3 4 ضد تقريبا 4 4 ضد 4 يعني. خد بالك التوقيت برضو يا كابتن ايمن، توقيت الضغط برضو ما ضغطش من اول مباراه ولا في نص الماتش، طب اضغط في اخر خمس دقائق يعني. بص الاوقات القاتله في المباريات من وجهه نظري هي اول خمسه واخر خمسه واول خمسه واخر خمسه. لا هات لي الكره دي تاني اللي قبل كده اللي راحت لمصطفى شوبير، هو شاطها بشماله شوبير جت في الحته دي هي بس هي انا عايز رجعت له الكره. بس معلش انا عايز اقول لحاجه، بس هات الكره تاني معلش نجيب الكره معلش هات الكره وهي راح مصطفى شوبير اللي قبليها. لا ايوه دي اللي قبليها كمان. لا اللي قبلها كمان. بص دي ماشي. بص يا كابتن انت النهارده انا اسف يعني انت في التحضير الانتشار يا كابتن الانتشار تمام. انا النهارده في كره يعني في لعبه زي دي لازم ابقى منتشر، يبقى لازم هناك يعني لو ده سنتر باك لازم يبقى الرايت باك بتاعي موجود. ما ينفعش البرايت باك بتاعي مش موجود في الصوره، ما ينفعش يبقى الكوره بص فين الليفت باك لا الرايت باك يا كابتن. الرايت باك بتاعنا يعني اكرم توفيق يبقى ما ينفعش يبقى مش موجود في الصوره. ده تحضير، انت بتحضر انت بتبني هجمه، هبني هجمه بكام لعيب. هي الكره دي منعم رجعها لمصطفى، رجعها لمصطفى او مصطفى. الوضع الطبيعي كمان منعم ما يديش اختبارات قاسيه لمصطفى، يعني ادي له على رجله اليمين. بص هقول لك على حاجه، مع احترام مفيش حاجه اسمها اختبارات قاسيه كابتن. لو انا يا كابتن بص يا كابتن سامع يا كابتن معلش هو ما بيلعبش بشماله بس كابتن، حتى لو ما لعبش بشماله وحتى لو لعبش بيمين مفيش حاجه اسمها اختبارات قاسيه. انا في الملعب الجول لعيب، الجول في الوقت الحالي تمام. انا بتزنق في السكس يارده ببصيها في السكس يارده ببصيها للجول اتزنقت انا احطها احنا في احنا, احنا مثلا ممكن يبقى احنا ما عند احنا في مصر ما عندناش الفكر ده مش احنا اللي صح احنا اللي غلط.
أي. انما انا عادي ممكن ابصيها للجون وانا في 6 يارد ابصيها ازاي؟ هي الفكره دي بقى. والجول يتحرك ازاي؟ والجول يتحرك ازاي؟ يعني ما ينفعش ابصيها له كده في وسط الجول، وما ينفعش الجول يبقى واقف مستنيني لاخر ثانيه يعني وبعدين يقول لي طب باصي. لا يعني انا الكوره جت الجول بيطلع بره الجول ببصي له الكوره. تمام؟ لان احيانا بتبقى انت في 6 يارد وبتتبص الكره بالعرض للجول والجول بيبتدي هجمه مش بيشتت. ده تكتيك جديد. ده تكتيك. ده مش جديد يا كابتن، بقى له 10 سنين. لا انا بتكلم ولا 15 سنه شغال. ده تكتيك ايه؟ رجع لي اللعبه من الاول. الاهم الثالث. رجع لي اللعبه من الاول. ده كابتن الاهم الثالث. لحظه، ده في الدقيقه 44 اللاعب الثالث 1 2 3 4 5 6 يعني اكتر من نص الفرقه مضروبين، ودي هجمه مرتده سريعه. نكمل الكوره دي. دي المفروض جول. لان انت عندك مساحات، عندك مساحات وعندك بس بيرس تاو. طب بيرس تاو بيلعب الكوره. بيرس اللعيبه المودست دي اللي هو احنا بنقول فيها ان هو كان لازم يلعبها في الجول. ما هو ده الحاله البدنيه اللي انا بقول لك عليها. شريف انا معاه تماما. هو ما عندوش الدوسه والضغط، مش واثق في نفسه ان يكمل زي الكره اللي شاطها على طول برضه نفس الكوره. اسامه ده الطبيعي ان هو يروح بيها. اسامه طبيعي. مش اسامه دي مش ثقه، دي امكانيات. لا حالة بدنية، ده التصرف بتاعها على قدها، فما يقدرش يدوس عليها وياخد الراجل في ظهره، يا يجيب جول يا ياخد بينالتي. يعني ده الطبيعي اللي احنا كنا بنعمل، نروح دايسين عليها برجلين اليمين خلينا الراجل في ظهرنا. حاول الراجل بقى يعمل اي شيء. والله بص يا كابتن، في ناس يعني بتعمل الكرة دي وفي اوروبا بتعملها كده بالعرض. في اوروبا في ناس بتعملها بالعرض. صح صح. بيقول لك الاضمن، هو عايز يعمل اصح الصح. الاضمن الاصح. لا لا والله العظيم يا كابتن، لا لا انا ما تقوليش في الحته دي. دي بقى دي حتتي انا. الراجل اللي بيلعب، لا يا بلال، الحاله دي في سبيس بيني وبين الديفندر. انت عارف امتى انا بعمل العرضيه دي؟ لما يبقى الديفندر داخل قافل عليا، عارف امتى مقفل عليا، فخلاص ما ادانيش. طب اقول لك حاجه يا استاذ، لا لحظه خلوني بس. خلي بس الراجل ده وانا داخل على الباك لو في سبيس بيني وبينه ايمن هدوس واروح. عندي حريه التصرف، انما لو هو قفل عليا اروح اعملها بص العرضيه اللي هي. طب الراجل جاي وهيعملها احسن. هنروح لزميلنا فاروق صلاح لقاء مع مروان عطيه ونرجع نكمل كلام. ماشي بس هي دي الكره دي سريعه بس. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق يانج افريكانز بهدف مقابل لا شيء وتصدر النادي الاهلي لهذه المجموعه، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مروان عطيه. من اول يوم لي في النادي الاهلي في التدريب في المعسكر في المباريات، هو مروان بجديته بتركيزه لاعب وضع هدف واهداف كتير ليه جدا مع النادي الاهلي بيحققها باهداف بجديته وحماسه اللي موجود دايما في التدريبات في المباريات. مروان برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومش سهل يا مروان انك تاخد حب وثقه جماهير النادي الاهلي الجهاز الفني. مروان واحد من اللعيبه اللي نال حب وثقه جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني. حبيبي يا فاروق وشكرا على الكلام الحلو ده طبعا، واكيد طبعا حاجه كبيره طبعا الواحد كان بيتمناها وطبعا كان وبيحلم بيها، ان هو طبعا يبقى حاجه اساسيه في الفرقه وحاجه اساسيه في النادي والجماهير تحبه طبعا ويكون ليه دور في الفريق. والحمد لله يعني الواحد بيحاول يساعد زمايله ويساعد فرقته على قد ما بيقدر، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي. عندنا ماتش نهائي كاس هنلاعب فرقه كبيره برضو نادي الزمالك، فريق كبير وهنحترمه، وان شاء الله خلاص صفحه وقفلناها ماتش يانج الحمد لله تصدرنا المجموعه، ان شاء الله نفكر في ماتش الكاس باذن الله. كان مهم جدا النهارده بعد ما حسمت الصعود ان انا اصعد كاول المجموعه 12 نقطه النادي اللي حققهم بدون هزيمه النادي الاهلي. اعتقد بالنسبه لكم المرحله الجايه مرحله مهمه جدا، سواء مباراه الكاس مصر اللي هي مباراه بطوله بالنسبه لك يا مروان، وانت عارف ان قيمه هذه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ازاي. اكيد طبعا مباراه كبيره، ما انا زي ما قلت لك يا فاروق عن لاعب فريق كبير برضه نادي الزمالك، ليه احترامه وليه تقديره في الملعب، وان شاء الله هنستعد بشكل كويس وهنرتب الماتش بشكل كويس، وان شاء الله يعني باذن الله نعمل ماتش كبير، ماتش يليق باسم الناديين وباسم مصر ان شاء الله. يعني مروان في وسط كوكبه في خط وسط النادي الاهلي، بتتكلم على مروان عطيه، بنتكلم على امام عاشور، على قفشه، على السوليه، على ديانج، على كوكا، على كل العناصر الموجوده في خط وسط النادي الاهلي، عاملين منافسه شريفه في اي فرد عايز يكون موجود عايز يؤدي 90 دقيقه من اجل اسعاد الجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي. اكيد طبعا والله احنا يعني كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا في ظهر بعض، واللي يلعب زي اللي ما بيلعبش كلنا في ظهر بعض، اللي بيلعب بي 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 اللي ما بيلعبش بيسانده، واللي بيلعب برضه حتى اللاعب اللي بره بيسانده، فكلنا واحد يعني كلنا بنكمل بعض وكلنا في ظهر بعض وكلنا فرقه واحده يعني كلنا مصلحتنا واحد، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله ونحقق حاجه كويسه باذن الله.
مستر كولر بيحبك يا مروان، بعيد عن الثقه الراجل بيحبك، دايما بيقول لك ايه وبيتكلم معاك في تفاصيل ايه؟ اكيد طبعا يعني المحبه دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، والقبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس اكيد يعني الواحد بينفذ تعليماته وبيؤدي المطلوب منه في الملعب، والحمد لله الواحد ربنا بيكرم، والحمد لله يعني دي دعوات الاب والام الله يرحمهم يعني. اخيرا مباراه الزمالك، توعد الجماهير بايه وتقول ايه الجماهير للنادي الاهلي؟ واكيد مستنيين ان الجمهور ومتعودين على الاجواء دي في المباراه الخاصه الخارجيه. لا بقول لهم ان شاء الله يعني خليكم في ظهرنا وخليكم مسندنا كده دايما على طول زي ما عودتونا، وان شاء الله نعمل ماتش كبير يليق باسم النادي الاهلي وجماهيره وبمجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني وكل حاجه في النادي يعني، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونسعدكم ان شاء الله وناخد الماتش باذن الله. شكرا يا مروان وبالتوفيق باذن الله في هذه المباراه في اللي جاي باذن الله. حبيبي يا فاروق حبيبي. كابتن ايمن طبعا ده كان لقانا مع مروان عطيه لاعب فريق النادي الاهلي والقلب النابض لخط وسط النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا فاروق صلاح. كابتن اسامه كمل كلام. لا لا احنا بنتكلم على انه الفرص اللي احنا بنجيبها او اللقطات اللي احنا بنعلق عليها احنا بنقول وجهه نظر فنيه. ايوه احنا بنقول ان الكره اللي فاتت اذا جت تاني في الشاشه كان المسافه كبيره ومساحه فاضيه انه كان ممكن يكمل تتلعب على الجون. يوم ما هحس بان انا اتزنقت كان ببساطه جدا بيرسي تاو هيبقى اقرب من كده وكان هيبقى جوه الجون، كانت تتلعب بالعرض كان يخش بيها ماشي. هي بس كده لكن مش بقى يعني ده طبيعي وبتحصل مع لعيبه كتير ان ممكن ياخد قرار ويكون خاطئ بس هو ده المهم. انه يعني اي لعيب بيعمل خطا ما بيبقاش مضطر انه يعمل خطا، بس هو ممكن يكون الوقت والتعب مثلا بقى انت في الدقيقه الكام، وبعدين ده قرار في ثانيه. احنا قاعدين نتكلم على القرار يا كابتن ايمن واحنا قاعدين بقالنا قد ايه، لكن ده ما احنا كنا لعيبه بتيجي في ثانيه بتدي قرار، احيانا بيبقى صح واحيانا بتخطئ واحيانا بيخطئ طبعا. فاحنا بنتكلم على ايه دائما احنا لعيبه النادي الاهلي على الاجيال وطول الوقت عمرهم ما مشوا كويس على طول طبعا. كل واحد بيمر بظروف صعبه وبظروف عاليه وبظروف يعني بيبقى بيجيب جوان كتير اكتر من لعيب مهم جدا قعد مثلا يجي 30 مباراه ما بيجيبش جون. في لافيو مثلا قعد قد ايه ما جابش جون؟ دولي بحاله جاب جون بقى وكان احسن راس حربه في مصر 6 سنين ورا بعض واحسن راس حربه في افريقيا كلها 6 سنين ورا بعض كسبك بطولات افريقيه. فالصبر عليه. انا مش بتكلم على 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 مودريتس، انا بتكلم على كرة القدم بهذا حتى مودريتس دلوقتي يعني بدأ يتحسن، في تحسن ملحوظ شوية بشوية في تحسن. ليه؟ لأنه اللعيب لما بياخد وبيلعب 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 ممكن يبقى يديك أفضل، وبعدين يديك فترة نزل وراه وسام هيديك فترة. انت محتاج كل اللعيبه في النادي الاهلي، انت محتاج في النادي الاهلي كل اللعيبه، انت محتاج ال 30 لاعب علشان انت مش بتلعب بطوله واحده. وبعدين انت عمرك ما تكون مطالب يا كابتن ايمن انك انت تاخد مركز ثاني. احنا لما بناخد ده احنا لما بنحسم دوري ونبقى ابطال الدوري وبنلعب ماتشات تحصيل حاصل، لو تعادلت ماتش بيقول لك شمس الاهلي غابت صح. فانت ده قدرك على كده، فانت محتاج جميع اللاعبين. ممكن تدي لده 10 دقايق، ممكن تدي لده نص ساعه، ممكن تدي لده، ممكن يبقى عندك استراتيجيه. المدرب حر عشان في الاخر انت اللي بتحاسبه اخر السنه. هو مين اللي بيشيل الموضوع؟ المدرب. والله لو ما قدرش ينفذ لك وده عمل لك طموحاتك، كم من المدربين جم ومشوا ما خدوش بطولات مش متميز. في مدرب بيأدي اداء متميز يعني على سبيل المثال ممكن اكون معترض على شويه حاجات بيعملها مستر كولر كمدرب وكراجل بتفرج على الكوره وشايف كوجهه نظر يعني كوجهه نظر يا كابتن شريف. ممكن اكون ممكن تكون انت مخطئ. لا مش مخطئ. اقول لي ليه؟ لا هي وجهات نظر. انا الخطا الوحيد ان انت بعيد عن الفرقه. ايوه بالظبط. لكن لما تكون قريب من الفرقه ممكن تحكم تماما. ايوه يعني في احيانا احنا كجمهور او كلاعبين او اي حاجه او محللين احنا بنشوف اللعيب امتى؟ جوه الملعب ساعتين. اللعيب ده بيتشاف طول الاسبوع ما تعلمش هو بيعدي بايه. هو القدره المدير الفني هو القدره. الحاجه الثانيه المهمه انا عمري ما افرض على مدرب
واقول انه عمل تشكيل غلط ولا تشكيل صح. انا احكم على المدرب ما بعد تشكيله وما بعد ادائه جوه المباراه. يعني انا ممكن اكون انا عايز العب مثلا الكابتن اسامه يلعب اساسي، يجي انت تقول لي لا انا مش هلعبه اساسي. انا ما شفتهوش طول من الاسبوع معاك، لكن انا مش هعترض انه يلعب اساسي ولا مش اساسي، بس لما ينزل الملعب وانا بقى اشوفه يمكن انت اللي صح. ويمكن ولو اخطا في لعب واحد، يعني احنا اتكلمنا على حته مهمه قوي بتاعت وسام ابو علي، الحته بتاعت اللي هو قال انه قلنا احنا انه كان يجب انه ممكن ياخد المباراه عشان جاب هدفين المباراه الثانيه. انت برضو ما تعلمش استراتيجيه كولر ايه، كولر مظبوط هيشتغل ازاي وهيعمل ايه، ويمكن هو مخبيه ولا يمكن هو عاوز يفاجئ بيه او هو عاوز يلعبه او يلعب مودتس يجهز مودتس اكتر. انا احكم امتى بقى؟ بعد الماتش الزمالك هشوف الفكره بتاعته، هل فكرته صح ولا غلط. هو ده اللي المفترض ان احنا نمشي عليه الفتره القادمه، لان انت في نهايه موسم، نهايه حصاد بالنسبه للنادي الاهلي. كل مباراه ليها حساباتها كابتن بلال، ولكن مباريات البطوله وخصوصا لما بتكون مباراه واحده ليها حسابات خاصه طبعا، وخصوصا لو كان ديربي مليار في المية. ديربي الاقوى والديربي الافضل الاهلي والزمالك. شوف الديربي بيصعب من المهم، لكن هي المهمه صعبه، اي فاينل في العالم كله بيبقى صعب جدا. مفيش فرقه بتوصل للنهائي الا اذا اجتهدت وحققت نجاحات وعملت كل الحاجات المتاحه يعني، او المفروض تتعمل عشان توصل يعني. يعني في كاس السوبر المصري اللي اتلعب في ابو ظبي، ده سيراميكا كليوباترا فرقه جيده جدا، تمام، يعني كانت تستحق ان هي تكون موجوده، يعني اداء جيد جدا. كسبت الحمد لله، وكان الاداء بتاعك رائع جدا واداء مطمئن جدا، لكن الفرقه اللي وصلت فرقه جيده مش فرقه قليله. فالنهارده انت بتوصل لنهائي كاس مصر، وبتوصل بتلاعب فريق الزمالك، الفريق المفترض الند بالنسبه لك يعني، او الديربي الكبير، اكبر ديربي في الشرق الاوسط من وجهه نظرنا كلنا، ودي حقيقه اكبر جماهيريه الاهلي ثم الزمالك، يعني فرقتين من اكبر الجماهيريه الموجوده في الشرق الاوسط شعبية يعني. طاغية. فبتلاعب طبعا الزمالك كمان الفتره اللي فاتت عمل انتدابات، جاب لعيبه دعم خطوطه، يعني ممكن ما يكونش دعم خطوطه بلعيبه سوبر ستارز تمام، ولكنه برضو التدعيمات في نفسها او في حد ذاتها يعني بتخلق تشالنج تمام، وبتخلق روح جديده، وبتخلي اللعيب اللي هو شايف ان هو انا بلعب مين تاني، بتخلي اللعيب يبقى خايف على مكانه، وبتخلي اللعيب عايز يبذل قصاره جهد، وبتخليهم يبقى عندهم دوافع، وكمان مغيرين مدير فني جديد، يعني عندهم مدير فني كمان متغير. فطبعا الحاجات دي تبقى يعني الدوافع تبقى موجوده، ولا الحاجات دي مثلا يقول لك ايه، ما هو التدعيمات دي في منهم اربعه خمسه بيلعبوا في الملعب، التاقلم والانسجام بياخد فتره، المدير الفني اللي لسه جاي من اسبوعين. اصل خد بالك يا كابتن، التاقلم والانسجام، انت مين يعني مين اللي جد جديد على الزمالك؟ انت عبد الله السعيد، عبد الله ناصر، ناصر انا بتكلم على اللاعب بيلعبوا بشكل اساسي يعني. عبد الله وناصر. في حد تاني يا كابتن؟ تاني مفيش حد تاني، في محمد صابر وفي محمد، اتكلم على اللعيبه الاساسيين تمام، احمد حمدي ماشي، انا بتكلم على اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب بشكل اساسي، هما اتنين لعيب في الملعب موجودين. طيب ممكن نروح كويس. بس نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتننا الكبار. اعتقد الشوط الاولاني لعبنا كويس، لكن بصراحه انا ما كنتش مبسوط خالص، والكره اللي كانت بتتعمل الشوط الاولاني ما كانتش عجباني، كانت غايبه الشراسه، كان غايب اللعب لقدام، كان غايب احيانا كمان التركيز، الطريقه اللي كنا بنلعب بيها مش هي دي اللي انا عايزها. فانا دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه بشكل واضح جدا، احنا بنتكلمين في ايه من قبل المباراه. فانا مبسوط ان اللعيبه اول ما نزلت على طول بدات الشوط الثاني تعمل من اول ثانيه اللعب اللي احنا عايزين متفقين عليه من قبل المباراه، لعب القدام، الشراسه، الجرأه في اللعب الامامي. وفات كافينا من احنا جبنا جون، المنافس كان عنده فرصه او اتنين، احنا كمان كان عندنا فرص، وغير الفرص كان في اكتر من هجمه كانت ممكن تنتهي بشكل افضل من كده، كان ممكن ان احنا نحرز اهداف كتير. المهم بالنسبه لي ان احنا كان هدف المباراه ان احنا نفوز، ان احنا نتاهل الاول، وده حققناه. فببارك للجماهير، ببارك للعيبه، مبسوط عشانهم ومبسوط عشاننا ان احنا اتاهلنا للدور الجاي واحنا اول مجموعه.
هل استمرار مصطفى شوبير بنفس المستوى ممكن يجرأ مستر كولر او يدفعه ان هو يبقى الحارس الاساسي حتى بعد عوده الشناوي، ام يبقى الترتيب كما هو محمد الشناوي رقم Die Hinrunde war ein bisschen komplizierter als die Rückrunde, dann ging es dann besser in der Rückrunde. Aber meine Frage ist eigentlich über den Torhüter. Ufa hat dann eigentlich gute Leistung gezeigt jetzt, seitdem er jetzt, in, jetzt spielt. Hat das denn Ihnen oder gibt Ihnen das dann Mut, die Entscheidung zu ändern, nämlich dann Ufa als Nummer 1 zu machen, auch nach dem Rückkehr von Shinawi? Oder bleibt es dabei, dass Shinawi Nummer 1 ist nach seiner Rückkehr und der Verletzung und Ufa bleibt Nummer 2? Er ist schon am Laufen, aber mit der Schulter kann er klar natürlich noch nichts machen. Das muss er noch pausieren. Und wenn es dann soweit ist, also klar, Genau ist Kapitän, ist Nummer 1 und hat hier schon also unglaublich viele Spiele absolviert. Ufa Schubier ist dazugekommen jetzt und hat gut gespielt, hat das sehr gut umgesetzt, was wir sehen möchten. Und von daher ja, muss ich jetzt noch keine Entscheidung treffen für oder gegen den einen oder den anderen. السؤال ده بدري جدا، لسه بدري قوي على الكلام ده. الشناوي بدأ لسه يجري دلوقتي، لسه كتفه ما بيتحركش، الإصابة دي لسه قدامها وقت، فأعتقد إن السؤال ده بدري قوي. أوفا طبعا عامل ماتشات كويسة جدا، مدينا إحساس كويس كل حاجة، لكن ما ننساش الشناوي مش بس لعيب كبير وتاريخ كبير ونمرة واحد في مصر كلها ويمكن في أفريقيا، لكن كمان كابتن الفرقة ودوره كبير جدا بره الملعب وجوه الملعب، وليه تاريخ كبير في النادي وحقق حاجات كتير جدا مع النادي. فالقرار ده مش قرار سهل ومش هيتاخد دلوقتي خالص. لما الشناوي ان شاء الله يرجع ويرجع لمستواه نبقى نفكر مين اللي هيبقى نمره واحد ساعتها. الذكريات دي ليه؟ الذكريات دي ليه؟ Das ist الأهلي ist zum ersten Mal seit 2019 dann erster in der Gruppe qualifiziert. Er ist immer dann zweiter, das erste Mal seit 2019. Diese Generation von Spielern haben nicht daran gewöhnt, als erster zu qualifizieren und somit dann, dass das zweite Spiel dann zu Hause ist. Hat das, wird das ihre Strategie beeinflussen, dann wie sie dann mit den zwei Spielen umgehen werden in der Viertelfinale, besonders dass das letzte Mal, als wir als Erster qualifiziert haben, gingen wir dort nach Südafrika und haben 5-0 verloren. Und dann kamen wir nach Kairo und das war zu spät. Werden Sie eine ganz andere Strategie haben mit dieser Generation von den Spielern dann in der Viertelfinale? Soll ich beim Kopf anfragen, ob wir es drehen können oder wir sind die Ersten, die lieber zuerst zu Hause spielen und das zweite aus? المفروض اقدم طلب عند الكاف يعني اقول لهم احنا طالعين الاول بس عايزين نلعب الماتش الثاني هناك ولا يعني ما فهمتش بالظبط المفروض انا اعمل ايه؟ هو احنا عارفين احنا هنلاعب مين اصلا؟ احنا مش عارفين هنلاعب مين اساسا. Ich habe gesagt, wir wissen immer noch nicht, gegen wen wir spielen. Und dann hat er gesagt, dann bist du die nächste Frage. Es ist so, dass wir wollen ja auch natürlich versuchen, auswärts zu gewinnen. Das ist unsere Philosophie. Und alles dafür zu tun, damit man dann im Rückspiel ein gutes Ergebnis machen kann. Also oder zu Hause dann weiß, okay, was müssen wir tun, um das Spiel zu gewinnen. Und hoffentlich mit einem vollen Stadion, wo die Zuschauer uns unterstützen. انا فلسفتي دايما ضد اي منافس، احنا مش عارفين طبعا احنا هنلعب مين اصلا، بس فلسفتنا ضد اي منافس ان احنا عايز نكسب بره. يعني انا دايما في اي مباراه بلعبها حتى لو خارج الديار ببقى عايز ان انا اكسب. وبعدين احنا لسه ما لعبناش، وبعدين نشوف الاول الماتش هيخلص كام، وبعدين لما نرجع نشوف هنعمل معاه ايه، هل احنا كسبانين ولا متعادلين ولا محتاجين ايه من الماتش التاني. احنا بنسبق احداث كتير قوي في السؤال ده. Ich gratuliere dann als erstes dann als zu qualifizieren dann auch verdient 12 Punkte erste der Gruppe. Ähm,
ثلاث ماتشات الاهلي كان الرقم التاريخي بالنسبه له كان 19 مباراه، هل الرقم ده يعني في حسبان مستر كولر عايز يتحكم الرقم القياسي ده؟ سؤال ثاني. سؤال واحد بس عشان مفيش وقت واحنا كتير، زمايلنا كتير نزلنا بدون فرصه. Das ist dann, الاهلي hat nach die Niederlage gegen Sundowns in Südafrika bis heute kein einziges Spiel in Champions League verloren. Da sind jetzt 16 Spiele, die Al Ahly nicht verloren hat. Das Rekord von Al Ahly ist 19 Spiele. Haben Sie diesen Zahl vor Augen, dann um diesen Rekord zu brechen und mehr als 19 Spiele nicht zu verlieren beim Champions League? Nein, eigentlich nicht. Also ich will immer das nächste Spiel gewinnen und alles dafür zu tun. Und jetzt nicht irgendwie an einem Rekord hinterherlaufen. Also haben wir ja dann, also gut, wenn wir gewinnen, ist es natürlich gut und das wollen wir anstreben, aber nicht jetzt um diesen Rekord zu brechen. ما بحطش اي حاجه في دماغي موضوع الارقام ده خالص وارقام قياسه واقعد اجري ورا ارقام خالص. انا الماتش الجاي عايز اكسبه ايا كان، لا ببص على الارقام ولا عايز اجري ورا ارقام. تركيزي في الماتش الجاي عايز اكسب، لو كسبنا هنبقى بنحقق الارقام دي، بس انا عمري ما بقعد افكر فيها. لسه 2 فراغ كاتوليغي دان في زيك دي سبيلن ايما مت 1-6 ون 2-8. Haben Sie Ihrer Meinung nach, dann hat der Kuka seine Aufgabe auf Position 8 gut erfüllt? Ja, Kuka ist nach einer längeren Verletzung und nach dem Tod seines Vaters hat er jetzt das erste Mal wieder gespielt. Und da fehlt natürlich auch der Rhythmus. Also es ist gut, dass er jetzt gespielt hat, dass er da wieder reinkommt und dass wir das wieder aufbauen können. Und er ist einer, der natürlich defensiv gut arbeiten kann, aber auch nach vorne schlaue Pässe spielen kann. Und ja, und ich glaube, wir müssen jetzt nicht nur das eine Spiel beurteilen, sondern es ist wichtig, dass er gespielt hat, dass er wieder in Rhythmus, in den Spielrhythmus gekommen ist und dass er ja, dann weiter dran bleibt und sich weiter verbessert. كوكا رجع من إصابة طويلة وبعدها جت وفاة والده الله يرحمه، ده أول ماتش ليه بعد الموضوعين، فكان مهم إن هو أصلا يلعب ويبدأ ياخد ريتم ماتشات، يبدأ يرجع لمستواه. كوكا لعيب كبير، لعيب كويس جدا، عنده إمكانيات عالية، بيعرف يدافع كويس، لكن كمان بيعرف يلعب لقدام كويس، عنده التمريرات ذكية جدا لقدام. فكان بالنسبة لي أهم حاجة النهاردة إن كوكا أصلا يشارك وإن هو يبدأ ياخد ريتم ماتشات، يبدأ ياخد مشاركة عشان يرجع تاني لمستواه. فأنا بالنسبة لي النهاردة أداؤه على اللي هو راجع من فترة طويلة واللي هو شافه، اعتقد ان هو عمل ماتش كويس، بس احنا لسه عايزين نبني عليه ان هو يرجع لمستواه، هو لسه شوية لكن ده طبيعي بعد الفترة دي، فمش قلقانين وهو راجع كده كده ان شاء الله، احنا متأكدين. المهم ان ياخد ريتم الماتشات الفترة الجاية. Haben Sie dann ein Ranking dann für die Stürmer bei Al-Ahli dann, also von 1 bis 3? Und hat das damit zu tun, dass Kahraba jetzt zum dritten Spiel in Folge nicht dabei ist? Und ist Kahraba nicht dabei dann aus technischer, also fußballerischer Entscheidung oder was anders? Nein, ich habe, was war das jetzt? Vor zwei Wochen auch mit Kahraba gesprochen und hat gesagt, dass er aktuell die Nummer 3 ist von den drei Stürmern und im Training alles tun muss, damit er wieder dabei ist. Und die anderen zwei haben Tore gemacht, haben gute Spiele gezeigt. Also von daher ist wichtig, dass er dran bleibt, dass er gut trainiert und je nach Situation. Ich habe auch gesagt, wir haben so viele Spiele und es gibt Sperren, es gibt Verletzungen und dann muss man bereit sein. Und, ich hoffe, dass er ja, weiter gut trainiert. Er ist gut dabei, er ist gut im Training, macht, er ist aktiv. Und von daher ja, ist dann meine Entscheidung, ist er mit dabei oder ist er nicht mit dabei. أنا من أسبوعين اتكلمت معاه ووضحت ده في مؤتمر صحفي سابق إن الموضوع فني. أنا اتكلمت مع كهربا نفسه وقلت له إن هو نمرة 3 حاليا في ترتيب المهاجمين بالنسبة لي.
وهو تفهم ده جدا، وانا قلت له عشان خاطر ترجع تاني لازم محتاج تتركز في التمرين اكتر، تتمرن احسن، تبذل مجهود اكتر، لان الاثنين التانيين اللي معاك اللي بينافسوك على مكانك بيجيبوا جوان حاليا وبيأدوا اداء كويس جدا، فعشان تقدر تاخد مكان حد بيلعب وبيشارك كويس لازم تبذل مجهود اكبر من كده. احنا عندنا ماتشات كتير جدا، عندنا ضغط ماتشات، في ناس بتتوقف، في ناس اصابات لا قدر الله، فاكيد هيلعب الفتره الجايه. لازم يعمل اكتر من في كده من التمرين، لازم يبقى فيه جديه اكتر، وهو بصراحه الكام تمرين الاخرانيه كهربا بيأدي كويس جدا وبيجتهد جدا في التمرين، يعني هو مش بعيد، لكن هي في ايديه هو ان هو يدي اكتر، وفي الاخر هو قراري انا بقرر مين اكتر اتنين اقدر اخدهم معايا ويساعدوني في الماتش الجاي. طيب كابتن اسامه، كابتن مالك كنتوا بتتكلموا، بس هو كابتن مستر كولر اتكلم على حاجات كتير وبعض الاسئله مش للماتش ده، بس هو اتكلم يعني بتلقائيه، اتكلم على ظروف المباراه اللي جايه، واتكلم على الجاهزيه لاي لعيب عشان يشركه، فهو اتكلم واقعيه. الماتش الجاي هو العادي زي اي ماتش، انا بلعب للفوز بس وبفكر للفوز بس، اكيد في استعدادات، ايوه طبعا في استعدادات، ولكن هو التفكير في الفوز بغض النظر عن بطوله او مش بطوله، هو بيشتغل الشغل ده علشان يكسب الماتش، ملوش دعوه بقى ملوش دعوه بارقام بطوله بالظبط، ملوش دعوه بارقام، هو بيكسب بيدور على المكسب كل ماتش بطوله، الماتش جاي بطوله، هو برده بيدور على المكسب الماتش جاي. مظبوط، فده كلام طبيعي، ده كلام واقعي. الجاهزيه بقى لاي لعيب، هو مش هيلاعب لعيب مش جاهز، لعيب مش مصاب، وده وضع طبيعي. اي طبعا لعيب مش مصاب دي اهم حاجه، ده اي مدير فني كده يعني اي مدير فني مش هيلاعب لعيب مصاب، لا. فجاهزيه اللعيبه ان شاء الله لغايه الاسبوع الجاي باذن الله تكون على اتم استعداد بدنيا. هي المباراه اللي جايه ايه؟ المباراه اللي جايه استحواذ وبدني، لان انت هتلعب بضاغط، هنيجي نتكلم قبل المباراة هنقول لك الأهلي لازم يلعب ضاغط على فريق نادي الزمالك عشان يبقى له الاستحواذ ويبقى له كل شيء. فأنت اللي يواكب الاستحواذ ويواكب الضغط ده، الحالة البدنية بتاعتك تبقى مرتفعة جدا وجيدة جدا، واللعيبة اللي هتلعب تبقى سليمة. يعني عندك محمد هاني النهارده مريح كويس، إمام عاشور لعب على فترات، حسين الشحات فورم، وعلي معلول ثقة وبتاع، يعني عندك شواهد و معالم للفريق كده. لا وفي اسبوع بين الماتش والماتش لا، وعندك انت مؤشرات، الناس اللي انت بتعتمد عليها في المستوى الاول او التكوين الاساسي بتاعك جاهز، جاهزين وسلام ان شاء الله باذن الله، ما فيش اي مشاكل. يعني خارج النهارده كنت بتكلم عن محمد عبد المنعم، النهارده محمد عبد المنعم في ابهى صوره، وفي جنبه الراجل رامي ربيع، عندك علي معلول وعمر كمان عبد الواحد، دول ابتدوا يتناولوا الحته دي، والنهارده حط كريم الدبيس في الصوره. يعني هو عنده الحمد لله فرايتي كتيره جدا تخليه يتكلم بهذا المبدا اللي اتكلم بيه، يقول لك انا النهارده بدور على المكسب اللي جاي، فهيطمع لنفسه ويطمع لفريقته ولجماهير النادي الاهلي كلها ان هو يكون ليه الاستحواذ والسبق في التهديف ويخلص المهمه، وده هيبقى تبقى احتفاليه كبيره جدا هناك طبعا لجماهيرنا في السعوديه، والشكل وبارك وافتتاح وبتاع، فدي هتبقى مش مكسب بس، دي هتبقى احتفاليه كبيره جدا. صحيح، وبنتمناها دايما طبعا تبقى موجوده على طول مع السعوديه والامارات وكل حاجه، الحاجات المتبادله اللي احنا بنعملها مع بعض الجميل. نروح نشوف لقاء مع اسامه ابو علي، وبعدين نرجع نستقبل بقى الزميل العزيز محمد البزل للحديث عن ارقام مباراه اليوم. من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وبضيوف الكرام وبكل مشاهدينا ومشاهدنا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. الوافد الجديد على فريق النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي اثبتت جدارتها في المباراه الاخيره امام البلديه، والنهارده بيظهر وواصل لتالقه مع فريق النادي الاهلي، وسام ابو علي ابن فلسطين الحره. وسام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، حلم كبير ارتداء قميص النادي الاهلي، عندك كتير جدا من الاحلام والطموحات لجماهير النادي الاهلي، خلينا نبارك لك على ادائك في المباراه الماضيه، والنهارده بتواصل ادائك الجيد، اعتقد خطوه من خطوات كتير جدا مهمه. يسلم، شكرا كتير. انا مبسوط كتير من اول يوم جيت للنادي الاهلي، والحمد لله عم نكسب الماتشات اللي عم نلعبها، وده اهم شيء. الثقه اللي بينك وبين جمهور النادي الاهلي، مش سهل انك تكسب حب جماهير النادي الاهلي. وسام ابو علي من قبل ما ينزل المستطيل الاخضر والجماهير حباك، جماهير متعاطفه معاه، اعتقد ده بالنسبه لك يساوي كتير يا وسام.
طبعا حب الناس، حب الجمهور اهم شيء. الحمد لله انا حاسسه واهلي حاسينه، ومتاكد كل فلسطين حاسين ده، فالحمد لله. وان شاء الله اكمل اكون محبوب واجي في الملعب باللعبه. واحنا موجودين في معسكر الامارات شفت الروح اللي بينك وبين اللعيبه، بينك وبين مودست، بينك وبين كل اللاعبين. اعتقد جوه النادي الاهلي في اوضه لبس بتبقى هي كلمه السر، سهلت عليك حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. اكيد انا مبسوط كتير كل يوم، وكل اللعيبه يعني بحبهم كتير، وكل شيء خير ان شاء الله. المباراه اللي جايه مباراه ببطوله، اكيد بالنسبه لك انت حلم بقى ان انا اول بطوله تبقى ليك مع النادي الاهلي امام الزمالك، توعي جماهير النادي الاهلي اللي مستنيه اكيد منك ومن كل اللاعبين هذه البطوله. يعني مني طبعا كل مره انا بقول بعطي حالي 100%، ومتاكد كمان الفريق جاهزين. كسبنا ماتشين ورا بعض دلوقتي، وده شغل 3 ماتشات، ده شغل مهم كتير، فاحنا جاهزين وان شاء الله خير. وسام بشكرك وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نبارك لك بعد مباراه كاس مصر باذن الله. ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع وسام ابو علي لاعب فريق النادي الاهلي، واحد من العناصر المهمه جدا اللي يعني ادت اضافه لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله منتظرين منه الكثير ومن اللعيبه ان شاء الله في المباراه القادمه امام نادي الزمالك في كاس مصر. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا فاروق، منورنا باز. مساء الخير كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. يعني احنا كنا بنقول قبل المباراه ان نسبيا مع النادي الاهلي من الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، فريق عنده نزعه هجوميه، شراسه هجوميه بشكل كويس جدا. فعلى مستوى المحلي زي ما قلنا ان هو لعب 16 مباراه احرز 39 هدف، على المستوى الافريقي زي ما قلنا لعب 9 مباريات احرز 19 هدف. فبنتكلم في فريق قوي جدا من الناحيه الهجوميه، عنده لعيبه كواليتي عاليه زي ما حضراتكم وصفتوا بالظبط. حتى على مستوى المجموعات، حتى بعد نهايه الجوله الاخيره النهارده من دور المجموعات، ما زال يانج افريكانز هو المتصدر الناحيه التهديفيه ب9 اهداف. يعني فريق ماشي بخطوات كويسه جدا، بيجي دلوقتي شباب الوزداد على فكره ب7 اهداف بعد الفوز النهارده على المديامه 3-0، ثم النادي ميموزا اللي هو الايفواري 7 اهداف، ثم ياتي النادي الاهلي وصن داونز ب6 اهداف. اكتر فريق صنع فرص محققة في دور المجموعات حتى الآن هو النادي الأهلي، في نتكلم في 18 فرصة محققة، منهم 14 مزد تشانس أو فرص محققة ضائعة كان ممكن تترجم لأهداف. ده الحتة اللي هي ملاحظة عند النادي الأهلي، 18 فرصة في دور المجموعات، في دور المجموعات فقط في 6 مباريات، منهم 14 ضايعين بشكل فرص حقيقية كان ممكن تترجم لأهداف. ده الشكل العام كده للفرقتين. اتكلمنا على يانج أفريكانز يا كابتن أيمن عشان نربط بس الأرقام ببعض، ان هو فريق عنده مشاكل من الناحيه الدفاعيه، نقدر ان انت تلعب الدبل باس او اللونج بول في ظهر المدافعين زي ما شفنا في الاهداف اللي دخلت فيهم في اخر مباريات، وزي ما حضراتكم استعرضتوا. حضراتكم قلتوا برضو ان الشوط الاول كان مختلف تماما عن الشوط الثاني، هنستعرض احصائيه وارقام المباراه بشكل عام، وهنقف نشوف حتى الشوط الاولاني كانت ماشيه ازاي. يعني لو ننزل بارقام المباراه بشكل عام يا كابتن ايمن، 1-0 النادي الاهلي، كسرنا كده زي ما قلنا احنا بقالنا يعني الحمد لله كسرنا سلسله الله. التعادلات في 3 فوز ورا بعض، يعني بلديه المحله المستوى المحلي ومدياما والنهارده يانج افريكانز. الاخطاء كانت 12 يعني ضد النادي الاهلي، انذارات طبعا 1، ضد يانج افريكانز 3 الاخطاء، 12 ضد النادي الاهلي، 10 ضد يانج افريكانز. الركنيات النهارده مش كتيره، ده رقم يعني مش متعودين عليه من النادي الاهلي، 4 مقابل 2. التسلل الاهلي وقع في تسلل كتير النهارده، 7 تسلل مقابل تسلل وحيد ليانج افريكانز. المحاولات التسديدات على المرمى النهارده النادي الاهلي اجمالي المباراه كان 12 تسديده، منهم 6 اون تارجت على 3 خشبات يعني بنسبه دقه 50%، الناحيه الثانيه كان 10 تسديدات من يانج افريكانز منهم 4 على 3 خشبات بدقه 40%. الاهداف المتوقعه يعني تخيل ان يانج افريكانز النهارده عمل فرص وفرص محققه وكان ممكن يصل لهدفين. النادي الاهلي شفناهم كان فرص فعلا خطيره، واحده كانت انفراد اللي تصدى لها مصطفى شوبير، والثانيه برضه كانت تسديده. الفرص بشكل عام كان 10 فرص للنادي الاهلي مقابل 8 فرص ليانج افريكانز. اما الفرص المحققه اللي كان ممكن نحرز منها اهداف محققه، 2 للنادي الاهلي ضاعوا هما الاثنين، ومقابل 1 ضاع منها 1. الاستحواذ 62% للنادي الاهلي مقابل 38% ليانج افريكانز. كان بقى الشوط الاولاني 69 63 للنادي الاهلي
مقابل 3 مقابل 37 ليانج افريكانز. التمريرات حتى بنتكلم في اول مره يعني من زمان ما شفناش عدد التمريرات الكبيره دي، ودي زادت في الشوط الثاني بشكل اكبر. مسكنا الكوره حاله يعني من ناحيه استحواذ الكوره او حيازه الكوره، شفنا البيلد اب بيتلعب بشكل صحيح، شفنا حتى الكرات الطوليه بتتلعب بشكل صحيح. فكان عندنا نسبه تمريرات يعني وصلت لفوق 600 تمريره، 653 منهم 567 بشكل صحيح، دقه 87%. الناحيه الثانيه يانج افريكانز ما كانش عدد تمريرات كبيره لان احنا خدنا كل الاستحواذ بشكل كبير، يعني وصلوا 389 تمريره، 311 منهم بشكل صحيح، نسبه الدقه فيهم 80%. الشورت باسس احنا طبعا يعني 547 شورت باس في مباراه واحده النادي الاهلي ده رقم كبير جدا مقارنه بالمباريات السابقه، يعني 91% الدقه. الناحيه الثانيه كان 331 شورت باس، 284 لحظه واحده اللي فوق التمريرات، التمريرات بصفه عامه، دي التمريرات بصفة عامة والتمريرات القصيرة منها 547 مظبوط، ثم حتى التمريرات الطولية منها ثم حتى التمريرات البينية منها الثرو ان، يعني كل ده متقاس ويعني بنشوفها بشكل عام ونشوف مين اللي كان فيها تمريرات صحيحة او حصل فيها ميس باسس شفناها، وبنحسب هنا زي ما واضح النسب الدقة فيها. التمريرات الطولية يعني متخيلين النهارده لعب 51 تمريره طوليه، 24 بس منهم بشكل يعني صحيح ما شكلوش خطوره منهم، دقه 47%. نادي الاهلي 31 منهم 13 بشكل صحيح بدقه 42%. التمريرات البينيه النهارده كنا بنقول الفريق ده نقدر نلعب عليه الدبل باص او الاختراق من العمق بشكل يعني ايجابي، وكان ممكن نستغله بشكل يعني افضل، وده هنستعرض بعض الحالات اللي بتدلل على الرقم دوت، ان احنا كان عندنا النهارده ثرو انس او التمريرات بينيه 24 مقابل 19. التمريرات البينيه دي اللي بتكسر الخطوط، احنا كان عندنا رامي وكان عندنا عبد المنعم ورا كان بيلم بشكل كويس جدا، التمريرات ما كانش بتوصل بشكل خطير جدا ليانج افريكانز، على العكس مننا احنا وصلنا بكذا تمريره ولكن الدقه او يعني عدم التركيز فيها او التصرف فيها ما كان القرار فيها ما كانش بشكل افضل. يعني العرضيات نفس الكلام، 19 عرضيه منهم 7 بشكل صحيح، 37% الدقه. بالنسبه ليانج افريكانز معظم العرضيات كانت في الشوط الثاني، طبعا معظمهم في الشوط الثاني، لان عرضيات في الشوط الاول الاهلي عمل 9 عرضيات منهم 3 بشكل صحيح بدقه 33%. بنتكلم ان في 10 في الشوط الثاني لوحده، لكن ال10 كان منهم نسب الاصح منها ممكن يكون اعلى اعلى شويه، فالدقه وصلت ل 37%. الدقه كان عندنا في الشوط الاول 33% من الكروسات، على العكس حتى العرضيات بتاعت يانج افريكانز في الشوط الاول عمل 3 عرضيات فقط، الثلاثه ما اثروش، ما كانش فيهم ولا واحده صحيحه ونسبه الدقه كانت زيرو. يعني كسب الكره وافتكاك الكره ان احنا استرجعنا الكره النهارده كان يعني بشكل كويس جدا، كان متقارب 86 مقابل 87. نفس الكلام في خساره الكوره، احنا النهارده زي ما شفنا عدد التمريرات كانت اكتر، استحواذ كان اكتر، فما خسرناش الكوره كميز او ميس باسس بشكل كبير النهارده، فكان عندنا 25 خساره للكوره مقابل 31. تصديات حراس المرمى النهارده كان مصطفى 4 مقابل 5 ليانج افريكانز، حتى الاعتراضات وابعاد الكوره كانت يعني الشكل متساوي. ده الارقام بشكل عام، احنا عندنا كذا رقم ايجابي النهارده، يعني كولر كده 16 مباراه في دوري الابطال افريقيا تشامبيونز ليج، 16 مباراه بلا هزيمه، يعني بعد الخماسيه بتاعت سان داونز مكمل 16 مباراه، سلسله طويله جدا بلا هزيمه، منهم 11 فوز ويعني بنتكلم في 16 يعني في 5 تعادل. الرقم الايجابي برضو لحسين الشحات، يعني يعني بيعلي من ارقامه في احراز الاهداف في الجيل الحالي برضو، يعني تقريبا وصل ل 19 هدف بعد هدف النهارده، فحسين الشحات ماشي بشكل كويس جدا. عايزين نقول ان احسن ارقام بناء على كل اللي احنا شفناه ديت من الاكشن سواء في حاله حياسه الكوره وعدم حياسه الكوره راحت لعلي معلول، اعلى سكور النهارده لعلي معلول، وهنستعرض حتى الخريطه الحراريه بتاعته. علي معلول النهارده عمل مباراه رائعه جدا، اهمها من الناحيه الهجوميه اكتر من الناحيه الدفاعيه، يعني الارقام بتقول لنا ساهم في الناحيه الهجوميه بشكل افضل بكتير من الناحيه الدفاعيه، يعني الاعتراضات عنده، البلوكات، استخلاص الكوره كانت عنده يعني مش احسن حاجه، كان في بعض حاجات بزيرو، حتى البلوكات ما كانش بيلتحم بشكل كبير جدا. دي الخريطه الحراريه لعلي معلول، يعني شفناه يعني بيتحرك بشكل كبير جدا في ورا وحتى في الناحيه الهجوميه، عمل دبل باصص كتيره جدا، ساهم حتى زي ما قلنا في 5 تمريرات مفتاحيه، في 5 تمريرات مفتاحيه لعلي معلول منها ومعاهم 1 اسيست يا كابتن ايمن النهارده، في 5 تمريرات مفتاحيه لعلي معلول النهارده وصلتنا للمرمى وعنده 1 اسيست،
يعني وحتى من لمس الكوره او حتى التمريرات عنده اعلى تمريرات شفناها وده اللي عكسته الخريطه الحراريه وصل لدقه عاليه جدا بس من خلال الخريطه الحراريه باين ان هو يعني الشغل الهجومي بتاعه اكتر من شغل الدفاع وده اللي ساهم زي ما بنقول عنده تمريرات مفتاحيه 5 عنده اسيست لعمله 1 عنده الكره لو نفتكر اللي هي برضه عملها دبل باص مع امام وهنستعرضها عنده بعض الحاجات الهجوميه كانت معكوسه في الارقام ناحيه دفاعيه كانت تقريبا زيرو بالظبط يعني 90 دقيقه تمريرات اهو يا كابتن 74 تمريره منهم 60 تمريره صحيحه دقه 81% على فكره ده رقم كبير جدا يعني دايما كباك شمال مثلا او باك رايت او باك ليفت مقارنه بالسيرت باكات له او حتى الديفندر او سته بيبقى هو يعني رقم صح. من اعلى الارقام النهارده صناعه الفرص الاسيست 1 تمريرات المفتاحيه 5 زي ما قلنا كرات الطوليه حتى اللي ساهم فيها من الناحيه الهجوميه كان 5 منهم 2 بشكل صحيح محاولات على المرمى سدد واحده بس ما كانتش على الثلاث خشبات الافتكاك الكره هو زي ما بنقولنا يعني 2 منهم 2 بشكل صحيح حتى الالتحامات الهوائيه كان في 2 واحده بس اللي خدها نفس الكلام في المراوغات هو عمل 2 دريبلينج كان 2 منهم بشكل صحيح ده ارقام علي معلول وطبقا للسكورز والارقام هو خد اعلى نسبه من التقييم يعني النهارده في مباراه اليوم انا ما اعرفش مين خد رجل المباراه بس اعتقد ممكن يعني علي معلول طبقا للارقام دي احنا شايفينها من الناحيه الهجوميه او الدفاعيه يعني بالزبط. كان في مساهمات حلوه جدا هو الافضل كنت بقول لحضرتك على عنوانين حضراتكم اتكلمتوا طبعا في تفاصيل الفنيه بشكل كبير جدا الحالتين اللي كنا بنتكلم فيهم اللونج بولز احنا بنقول الفريق ده الاهلي كان مذاكره كويس جدا كنا بنقول عندهم مفاتيح لعب بيلعبوا كويس جدا كي اللي هو صانع العاب الراجل اللي بينزل حتى اللي بيلعب 8 او 10 كنا بنتكلم على يعني كذا لاعب فيهم كانوا بيعملوا يعني مثلا اوتشو كان بيتكلم على زوزوزا اللي احنا شفناه دوت كل اللعيبه ده يا كابتن ايمن على المستوى الفردي وليس الجماعي عملت ارقام النهارده حلوه جدا من ناحيه مثلا تسديد على المرمى زوزوزا ده عنده مثلا 3 4 يعني من ناحيه التمريرات المفتاحيه عمل وصلوا ولكن كان ده كله بشكل غير ايجابي لان هم ما عملش الربط بشكل كويس زي الماتشات السابقه فبالتالي ما شكلش الخطوره الاهلي فعلا عمل يعني افتكاك والنهارده نجح ان هو يوقف المفاتيح اللعب عندهم الثلاث لعيبه اللي احنا قلنا عليهم دول هنتكلم على الفريق دوت كان عنده مشاكل في اللونج بول بتتلعب الكره في ظهرهم بشكل كويس جدا وده اللي شفناه في مباراه الدوري عندهم حتى في الناحيه الصعيد الافريقي يعني ده مثال احنا مش هنتكلم في امثله كتيره جدا ولكن ده العنوان اللي احنا هنتكلم عليه دي كوره برده كانت في الدقيقه لسه 3 في بدايه المباراه الكوره كانت مع يعني السوليه كان ممكن تتلعب ناحيه شمال شوف علي معلول هنا الكره اتلعبت طبعا في النص هنا حسين الشحات وقع بيها في الاوفسايد حتى لو كان في مثلا سرعه شويه او تركيز فيها او دقه فيها كان ممكن يوصل حسين الشحات او تتلعب لعلي معلول للاسف نزلت لحسين الشحات وبقت اوفسايد نفس الكلام برضو كوره هنا من ناحيه اليمين كان ممكن ان هو يعني انا عارف السرعات شويه او لكن يعني عندنا حسين الشحات كان ممكن يبقى يعني يقطع حتى ويخترق حتى ويجري في ناحيه اليمين ودايما كنا بنشوف اللامركزيه حتى اللي هي العكس والمودست لو عمل سكاننج بشكل افضل كان ممكن هو يدخل مكانه كان يبقى فيه شكل خطوره تتلعب من وراهم وتشكل خطوره بشكل اكبر. الدبل باسس ده العنوان الثاني وده اللي احنا شفناه شوف يا كابتن ده نفس الشكل ده لو تفتكر في مباراه الذهاب امام الاهلي وجبنا منها جول من ناحيه الشمال ايضا. ده نفس الكلام دبل باس لعب على الارض بتروح دي كره طبعا اتلعبت في العمق راحت يعني اتطرفت ناحيه اليمين وللاسف برده ما كانش فيه التركيز الكامل فيها وضاعت كان عندنا اكتر من مثال حتى في الشوط الثاني ده الدبل باس كان ما بين معلول هنا وامام يعني نكمل الحاله عندهم مشكله في التمركز دايما واقفين ما يعني ما فيش اي تركيز ان هم يقطعوا كره الكره اتلعبت دبل باس ما بين امام لعبت لعلي معلول سوري علي معلول لامام ثم امام اداها من ورا يعني اهو بالظبط امام هنا لعبها لعلي معلول واتلعبت دي الباك باص طبعا كان وسام ابو علي بس طبعا المدافع تدخل فيها وطلعها من امامه مفيش لقطه الجول هنا لان الجول طلع بطريقه غريبه جدا في الهدف اللي دخل فيه طب اقول لحضرتك الجون حضراتكم كابتن شريف اتكلم عليه بتفاصيل كان برضو دبل باص لو تفتكر كان بدايه من حسين مظبوط فراحت للجول فده اللي اشتغل عليه مارسيل كولر كان بيذاكر الخصم بشكل كويس دبل باص زي ما شفنا كان فيها خطوره كبيره جدا والدليل ان احنا جبنا منها هدف النهارده صحيح. وكان عندنا فرص كتيره ضايعه بالشكل دوت ده عموما الشكل العام للمجموعات يعني دي المباراه الرابعه على التوالي في اربع اخر اربع نسخ ان الاهلي يفوز فيها في نهايه الجوله اللي هي في دور المجموعات اربع نسخ على التوالي حقق فوز يعني انا عارف ان في بعض المجموعات السنه اللي فاتت كنا يعني بنتصدر المجموعه بترتيب رقم 2 النهارده الحمد لله والسنه دي رقم 1
والخصم البطل يا كابتن شريف دايما بطل، فمش هنهاب اي حد يقابلنا بقى يعني. فماشيين كويس، صناعه الفرص الناحيه التهديفيه ممكن يكون اقل شويه في دور المجموعات، بس اوفر اول الاهلي عامل ارقام كبيره جدا. هو بس احنا عندنا مرضي ايمن اتفضل، عندنا مازيمبي وسان داونز والترجي والوداد. الترجي مين معاه في نجم ساحلي ولا مع النجم وبترو؟ بترو اتلتيكو. بترو اللي هيصعد. ممكن بترو صعد. بترو صعد. بترو صعد. صعد. بترو صعد. بترو صعد. مظبوط. وبنسبه 90% الترجي صعد، لانه بيلعب الهلال على ملعبه. وهو 8 نقط، حتى لو اتعادلوا هيصعدوا. مظبوط. خلاص يبقى احنا عرفنا احنا عايزين نلعب مين. خلاص. صحيح. احنا كده عرفنا عايزين نلعب مين. النسب اللي احنا بنتكلم عليها نسب الاستحواذ والباص السهل او الباص الصعب والاعداد اللي احنا بنجيبها واللي انت مشكورا بتجيبها، يعني مثلا ال 700 من النادي الاهلي مثلا و 300 من فرقه يانج النهارده مثلا. بنحط يعني بنحط حسابنا في الملعب ده بتاع الخصم ولا الملعب اللي بين واحد اتنين، يعني ممكن انت تبقى نسبتك افضل. يعني انت مثلا كور عرضيه، هو عمل 8 كور عرضيه وانت عملت مثلا 20 كره عرضيه، فالنسب بتاعتك انت بتبقى اقل منه. يعني هو ممكن يبقى 82 بس لانه راح بخمس ست كور، هل ده اتقانه يبقى افضل ولا ده اتقانه افضل في التحليل؟ ده سؤال مهم جدا. هنا بتتقسم التمريرات دي تتقسم لثلاث او اربع انواع مختلفه. نوع كابتن عادل بيتكلم على الكره الباصات اللي هي باك باسس، الكرات الباصات اللي هي الجانبيه، والباصات اللي هي فورورد باسس او البروجريسيف باسس اللي بيتحرك بتكسر بيها الخط الدفاع. الثلاث انواع دول بشكل عام بيبقى لهم سكور مختلف عشان نحقق الدقه منهم. فبالتالي الكاميرات والجي بي اس اللي هو بيتحرك في الملعب بيحسب كل الكلام ده مع مراعاه الملعب، استحواذ او حاله حيازه الكوره، اللاعب اللي عمل التمريره مكانه فين بالظبط، بعده عن الكوره قد ايه بالظبط، التاتش اللي بيعمله بالكوره وهو ماشي غير التمريره، ده رقم وده رقم، كل ده كابتن محطوط في الحسبان. فبالتالي احنا بالنسبه لنا التمريرات بشكل عام بتساهم في حاجتين نقدر نشوفها في حاله حيازه الكوره للفريق، البيلد اب، وده دايما لو مسكنا الارقام دي دخلنا فيها ديب اكتر هتلاقي السيرد باكات مع الديفندر مروان عطيه دايما تلاقي رجل المباراه، لانه اكتر مساهماته في افتكاك الكوره والباصات سواء كانت صحيح باك باس او باصات جانبيه. ولكن مروان ما بيعملش البروجريسيف باس زي مثلا كوكا، زي مثلا قفشه، زي الناس سلية حتى بزبط. امام يعني بيمتاز شويه ان هو ممكن بيعمل دريبلينج اكتر، بيمشي بالكوره فتحسب له دريبل. فبالتالي ده الفرق ما بين الانواع الباصات حتى الثرو ان الاختراق البيني ده بيحسبوها برضو بالخمس ممرات الاماميه في ملعب الخصم. بنشوف بقى سواء كان يعني الهاف سبيسز او الحاجات اللي هي فيها خطور، وانت فين اصلا في الملعب من اعلى مراحل الخطوره في الملعب. فالباصه هنا ليها دور كبير جدا، فكل ده بيتقيم بالشكل. والسؤال اللي انا قلته للباص ده المدربين بيحطوا عليها تكتيكهم للمباراه القادمه لما بيجيبوه. كابتن عادل متسابق عصرك. شكرا جزيلا يا باز. شكرا كابتن ايمن، دايما منورنا، ربنا يخليك ويعني كل التوفيق للنادي الاهلي. الله يخليك. شكرا جزيلا. هنروح للقاء خاص مع مستر كولر بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. من جديد بجد تحيه بك يا كابتن ايمن وكل ضيوفك الكرام، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. مستر كولر برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي وببارك لك على الصعود للدور الثمانيه. النادي الاهلي بلا هزيمه 12 نقطه. النادي الاهلي يعني الفترات الماضيه الاربع سنين الماضيه كان بيتعثر شويه في الصعود كمتصدر المجموعه، النادي الاهلي بيحققها النهارده وبيصعد كاول مجموعه. Ja, im letzten Jahr war ich auch dabei noch und ja, es war eine sehr enge Kiste und da, weil Hilal da den Elfmeter verschossen hat noch kurz vor Schluss, also waren wir froh, weil wir schlussendlich noch die Champions League gewonnen haben. السنة اللي فاتت أنا كمان كنت واحد من الناس اللي دخلونا في وجع البطن ده، قعدنا في ماتش الهلال لولا ضربة الجزاء اللي ضيعوها كنا خرجنا، لكن بشكر جدا الظروف إن ضربة الجزاء دي ضاعت وإحنا كملنا وخدنا البطولة. Aber es ist so natürlich entspannter. Und es ist sonst schon aufregend hier in Ägypten, also es muss nicht noch mehr aufregend dazukommen. هنا الضغط العصبي على طول في مصر طول الوقت، فالحمد لله يعني أخيرا لقينا حاجة تبقى هادية شوية.
بنقفل صفحه الملف الافريقي وعندنا مباراه ببطوله امام الزمالك. اول بطوله مستر كولر مع النادي الاهلي كانت امام الزمالك في الامارات كاس السوبر، اكيد بطوله مهمه بالنسبه لك بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، استعدادكم للبطوله دي ازاي؟ Wir haben dann jetzt den Champions League hinter uns. Jetzt fängt es an mit einem neuen Wettbewerb und einem Titel. Nächste Woche gegen Zamalek. Ihr erster Titel mit Ahli war auch gegen Zamalek in Emirat im Supercup. Wie sind Sie für das Spiel vorbereitet? Ja, ich möchte jetzt zuerst das Spiel nochmals anschauen von heute, möchte es ein bisschen sacken lassen und dann werde ich natürlich Spiele von Zamalek anschauen und, ja, und versuchen zu analysieren, wie sie spielen. Und dann für uns natürlich auch dann die Ideen herauszukitzeln, was wir machen können. Klar, es ist ein Finale. Wir wollen versuchen, das Finale zu gewinnen, um den nächsten Titel zu holen. Ich weiß aber auch, dass Zamalek da natürlich die gleichen Ideen hat und das auch will. Und ja, ich bin froh, das Stadion voll ist, gute Stimmung und, ja, und unsere Spieler dann natürlich auch top motiviert sein werden. من الاول بس خلص الماتش بتاع النهارده ده لسه هقعد اتفرج عليه تاني واحلله واتكلم مع اللعيبه فيه وبعدين اقفل صفحته اللي في صفحته بالنسبه لي لسه ما اتقفلتش. بعد كده ابدا التحضير لمباراه الزمالك، ابدا اتفرج على ماتشات للزمالك، اتفكر في الطريقه والاستراتيجيه وطريقه اللعب المناسبه للزمالك. بالتاكيد عايز اكسب المباراه بالتاكيد، بس دي مباراه كاس، مباراه الكاس دايما فيها كل مفاجآت، فيها صعوبات كبيره جدا. عايز اكسب البطوله، لكن عارف كمان ان انا هلاعب فريق كبير جدا، فريق محترم، فريق صعب، وهو كمان عنده نفس الاحلام ونفس الدوافع وعايز يكسب الماتش برضه. فرحان جدا ان احنا هنروح في اجواء كويسه جدا، جمهور هيبقى مقفل الملعب وانا بحب العب دايما في الاجواء دي. احاول قدر الامكان ان انا اعمل كل ما في وسعي ان انا احضر كويس للمباراه وانقل واشوف طريقه اللعب المناسبه ان نقدر نكسب المباراه ان شاء الله. اخيرا مستر كولر، وانت واقف على منصه التتويج، اخيرا وانت واقف على منصه التتويج الجمهور بيطالبك بالبطوله اللي بعديها، هل الامر ده بيصدر ضغط للعيبه، بيفقد اللعيبه شغف البطولات ولذه البطوله والاحساس بالبطوله، ولا شايف الامر ده بالنسبه للعيبه وبالنسبه لك الجهاز الفني ازاي؟ Die Fans dann immer nach jedem Titel verlangen den nächsten. Es ist dann ein Druck auf die Spieler, auf uns, dass die immer wieder dann nach neuen Titeln dann fragen und die Spieler haben angefangen nicht mehr die Titel zu genießen, also genug zu genießen, dann einen Titel nach dem anderen und, oder wie sehen Sie das? Ja, also man, das sind natürlich die Fans, also die Fans fangen ja, also verlangen natürlich noch viel. Aber entscheidend ist, dass ich als Spieler, dass wir als im Trainerteam auch hungrig sind nach Titeln, weil das ist eigentlich das Schönste. Das ist ja das, am Ende gibt es einen Titel, wenn du, ob es im Pokal ist, dass du Spiele bestreiten musst und wenn du dann diesen Titel holst, dann ja, freuen sich alle extrem. Ne? Also es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr freuen, aber ja, bei Ali ist so. Ich weiß es auch, ich will auch immer wieder gewinnen. Das war in der Schweiz auch so als Spieler, dass man Titel holen will. Und klar, die Fans wollen das auch. Aber es wird nicht immer möglich sein. Man kann nicht alle Titel holen. Aber wir versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen. طبيعي ان الجمهور دايما عايز يكسب كل البطولات، عايز يفرح كل يوم وعايز دايما يكسب. احنا كجهاز وك لعيبه عارفين الضغوط ان انت تلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، دايما بيطالبك بالبطولات. كل بطوله بناخدها بنستمتع بيها طبعا ونفرح بيها جدا، دي متعه كره القدم ان انت تلعب على بطوله وان انت تاخدها في الاخر، متعه كبيره جدا وانا متعود على ده. اهم حاجه دايما ان انت ما تفقدش جوعك للبطولات، انت دايما جعان عايز تاخد بطولات وانا دايما كده، ولغايه دلوقتي ما فقدتش الحته دي ان انا دايما عايز اخد البطوله الجايه، عندي دايما جوع للبطولات ودايما بصدر ده للعيبه بتاعتنا. وده مهم جدا انت تعرف تستمتع باللقب، لكن تبقى جعان ان انت عايز اللقب الثاني واللقب الثالث وتبقى دايما عايز اللي بعد كده. طبيعي ان انت في النادي الاهلي تتعامل مع الضغوط دي وتبقى عندك دايما الاحلام دي وان انت على طول عايز تكسب، لكن لازم الناس تبقى عارفه ان مش هتقدر تحقق ده حتى لو انت نفسك تحققه. وانا لاعب كنت دايما كانت عقليتي كده، لكن انت عمرك ما هتعرف تحقق كل حاجه بتدخل فيها، لازم حاجه هتقع منك، لكن احنا بنحاول دايما نكسب كل حاجه ونحاول نبذل كل ما في وسعنا ان احنا نكسب كل البطولات. نشكره ومستنيين ان شاء الله كاس مصر. يا دانكن اونس باي اينن اون فيا فاتن مت دي بوكال اوف دي بوكال. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، بنتكلم على لغه الارقام. لغه الارقام وانت رايح تلعب خصم تدي لك انطباع عن الفريق
يعني انطباع حقيقي عن الفريق اللي انت هتلعبه، ولا لغه الارقام يعني ما تدكش الانطباع الحقيقي، ما بيبقاش ليها اهميه خاصه، ما بتعتمدش عليها اعتماد كلي؟ لا هي بتدي لك انطباع اكيد كويس، لانه الـ الـ الارقام دي نتاج اللي حاصل قبل كده. يعني انت بتيجي تتكلم في جدول مثلا الدوري، هتقول الاهلي جاب مثلا 100 جون مثلا نفرض، انا بقول لك، ودخل فيه 50 جون، لا يبقى كويس. واضح انه مثلا في 20 و30 ماتش واضح انه عنده خط هجوم قوي، عنده امكانيات هجوميه، بيوصل كتير، بيجيب اجوان، لكن عنده مشاكل دفاعيه مثلا. فرقه بتلاقيها تحت جايبه 10 تجوان وعليها مثلا 40 جون، يبقى عندهم عجز في الناحيه الهجوميه وعندهم مشاكل في النواحي الدفاعيه. كويس. فالارقام بتدي لك صوره شبه واقعيه، ولكن هي الفكره بعد كده بقى ال- 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 الاداء اللي انت بتعمله وقت بقى المباراه، وقت ما تيجي تواجه. بس انت ممكن تستغل الارقام دي. طبعا. طبعا في طريقه اللعب، في تفكيرك للمباراه، في ادارتك للمباراه نفسها، في اسلوبك. يعني أكيد. مثلا احنا بنتكلم على فرقه، فيقول لك مثلا ان هم اول ربع ساعه بيتميزوا مثلا ان هم بينزلوا بشراسه هجوميه جامده جدا، معظم الاهداف اللي جابوها اول ربع ساعه، هتفيدك انت كمدير فني، هتشتغل على النقطه دي؟ طبعا. مش ما هو مش بالظبط. اولا بص، كل مدرب ليه فلسفه كويس. خاصه بيه. صح. في مدير فني بيمسك فرقه كبيره خلاص، هو مثلا اللي بيفرض ريتمه وواخد شكل انه انا لازم اللي هاجم على طول و انا مش بقول لك هتأثر بالارقام. لا انا بقول لك يعني انا بتكلم على اسلوبه وفلسفته كويس. وفي واحد يكون ماسك مش فرقه قويه قوي وبرده اسلوبه فلسفته ان انا بلعب كره هجوميه، انا بلدية المحل مثلا، انا حتى لو بلاعب الاهلي او الزمالك، انا بتكلم في مصر مثلا، ههاجم رغم ان انا فرقه متوسطه مثلا او الامكانيات ما تناسبش. دي اولا فلسفه مدرب، خلاص دي فلسفه مدرب. واحد تاني لا يقول لا انا هلاعب فرقه اقوى مني، لا ده لازم انظم خطوطي ورا واقفل مساحات. لا ما مش كل واحد، مش كل مدرب، النتائج مش هتساعد اللي هو، ما هو كل مدرب زي التاني. انا بقول لك في واحد بيعمل كده وبيتغلب، وفي مدربين هجيب لك امثال كتيره، لا مصريين او اجانب كان ممكن يتغلب كل ماتش بالاربعه والخمسه، بس برضه هو مصمم على كده. فاكس كان واحد من مثلا المدربين دول مثلا. فدي اولا فلسفه المدرب. ثانيا في حاجه مستوى الفرقه بيفرق مع المدير الفني. يعني انا مثلا مدير فني بلعب ماسك النادي الاهلي بطل افريقيا، عندي لعيبه في المنتخب، عندي لعيبه تراكم الخبرات عندهم كبير متمرس، ممكن هبقى فلسفتي على طول ان انا اللي باخد المبادره، وانا اللي بهاجم، وانا اللي مفروض الفرقه الثانيه تلعب عليا، وانا لكن هاجي في بعض المباريات ليها حسابات خاصه. هل المباراه في دوري مجموعات؟ هل المباراه خروج مغلوب؟ هل المباراه نهائيه زي مثلا مباراه الزمالك لازم واحد يكسب وبطوله؟ فهيبقى ليا فلسفه بقى خاصه حسب بقى انا عايز ايه من المباراه. بعيد عن الارقام شويه. بعيد عن الارقام شويه. ممكن واحد يقول لك انا هبدا مثلا، انا بقول لك ممكن واحد يقول لك انا هبدا ضاغط لان انا افضل، وزي ما كلنا اتكلمنا احنا حالتنا احسن دلوقتي ولاعبتنا اجهز وعندنا عناصر في كل المراكز وعندنا اقدر اغير، فانا اللي هاجم وانا اللي هاخد المبادره. في واحد تاني ممكن يروح بمفهوم لا والله انا هلعب متاخر شويه كونتر نفسي مثلا، واقفل عليهم المساحات في تلتين ملعب او في نص ملعبي، وبعدين هلعب على سرعات مثلا بيرسي تاو وحسين الشحات او رضا سليم. فهي فلسفه للمدربين. بس بصفه عامه المفروض انك انت معاك فريق قوي او فريق الاقوى، غالبا الفرقه الثانيه هي اللي بتلعب عليك، انت اللي تاخد المبادره. وده تملي كلام الكابتن شريف، يقول لك ان النادي الاهلي لازم يضغط لانه هو اللي المفروض عنده لعيبه احسن، هو اللي بطل افريقيا، هو اللي الفرقه اللي تلعب عليها. مظبوط. فهي بتغير من واحد لواحد. يعني بيشرفنا دلوقتي الكابتن ناصر عباس، منورنا يا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي لنجوم كبار كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن احمد. ايه اخبار طاقم التحكيم النهارده؟
نقول مبروك الاول للاهلي يا كابتن على النتيجه وعلى الصعود لاول المجموعه، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن ايمن، زي ما يعني كنا بنتكلم قبل المباراه عن الحكم كابتن شريف لويس دي جندو البنيني، وهو كان ادار يا كابتن بلال ادار اخر مباراه لي كانت الاهلي، كانت مباراه سان داونز اللي كانت هناك، وكان ركله الجزاء اللي انت يمكن شفناها لصالح بيرستاو ما حسبهاش والفار ما تدخلش، وقلنا ربما الحكم يكون بيطور اداؤه. كابتن اسامه قلنا دايما الحكم بيحاول يطور من اداؤه بعد كده نتيجه الخبرات نتيجه الماتشات اللي بياخدها. هو خد مباراه في بطوله الامم الافريقيه كابتن شريف، مباراه واحده بس اللي هي كانت اللي فاتت، وبعد كده ما لعبش اي حاجه ثانيه. تعالى النهارده في لقاء سهل جدا جدا جدا، ما فيش فيه يا كابتن بلال اختبارات تحكيميه، وحواليك كميه اخطاء غريبه يمكن مش مؤثره ولكن كميه اخطاء فنيه، سواء هو او الحكم المساعد اللي هو الاول حكم العالمين بالظبط كده. لا يليق ابدا بحكم في النخبه الافريقيه كابتن ايمن ان هو يقع في هذه الاخطاء الكارثيه اللي موجوده، ومن خلال الحالات هنشوف حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولكن انا بقول هو لم يطور من ادائه كابتن شريف، وما زال حتى هو واقف عند نقطه مش عارف يعديها. من خلال الحالات هنشوف اول حاله هنا كابتن اسامه كابتن شريف، انا النهارده لما انا كلاعب بنجح في لعب الكره يا كابتن بلال، ودي اول بطاقه صفراء خاطئه هنا. رامي ربيعه نجح في لعب الكره الاول الكرة. طبعا وصل لها صح ولعبتها، انت بتاخد بالشكل ولا بتاخد بالتفاصيل كابتن عادل؟ انا كحكم المفروض انا باخد بالتفاصيل الحاله. اللاعب هنا نجح في لعب الكره، ولكن هنا حصل ان اللاعب سقط على السقوط جري واشهر بطاقه انذار غير مستحق بصراحه. دي اول انذار غير مستحق صح، دي حاله يمكن لو معانا المتريال حبان قوي قوي قوي. تعال نروح للحاله اللي بعد كده، ده اول خطا هنا الف ب كابتن بلال في الارتقاء، بتطلع كابتن عادل اي كوع او اي ذراع بيجي في الوجه خلاص انذار مفيش فيها كلام. هنا شوف كوكا هنا طالع والراجل هنا بالكوع، خلي بالك ده بالكوع مش بالمرفق، ده بالكوع، وهنا طبعا الحاله صعبه. هنا لم يشهر البطاقه، ودي تاني حاله فنيه كان يجب عليه ان هو يشهر فيه البطاقه، ما اشهرش البطاقه فيها وعدت. ده تاني خطا يا كابتن بلال، عد بقى معايا يا كابتن بلال لسه اللي جاي بقى نشوف. ادي خطا تاني، بطاقه صفراء هنا. تعال نشوف الحاله دي، ما اعتقدش ان هذه الحاله في مباراه تمام ايا كان باي شكل انت كحكم تعديها. شوف هنا برضك الدخول واسلوب الدخول مع كوكا كابتن بالظبط، ويمكن دي اللعبه اللي هو يصيب فيها، لان الراجل ده كمل بعد كده في ظهره، وبالتالي هنا للاسف لم يشهر بطاقه. ثلاث بطاقات كابتن عادل في المباراه حتى الان، احنا ما بنتكلمش على الاخطاء الثانيه الفنيه. نشوف بعد كده الحالات الثانيه عند المساعد هنا كابتن. هنا كابتن احنا قلنا الذراع دايما للمهاجم لا يدخل في حالات التسلل. شوف هنا القدم هنا الاصفر، شوف مساعد اللي هو البلال اللي انت اتكلمت عليه. هنا شوف الحاله، حاله من الحالات المهمه جدا، طبعا الفار مش موجود، وهنا اشار على تسلل. فين التسلل يا كابتن؟ مع ان هو واقف كويس بالظبط. ما يا كابتن ما هو انا حاجتين لازم منهم، تمركز صحيح وتركيز لحظه اللعب. الشراب الاصفر ده لو فقد يعني هو حتى باين لك، برافو كابتن عادل، الشراب هنا باين جدا جدا ليه الحكم، وهنا كان المفروض يشير باستمرار اللعب. خلي بالك الكره ديت نجح في لعبها، ولكن هي ما جاتش جون، ولكن دي من ضمن الحالات الخاطئه عند الحكم المساعد الكارثيه بتاعت محمد طاهر. الكارثيه بتاعت طاهر كارثيه اللي هو هنجيبها. انا بوريك بص كميه اخطاء يمكن اللي بيشاهد المباراه كابتن بلال مش واخد باله بالحاجات دي. تعال نشوف الحاله اللي بعد كده. قول لي بالله عليك اهي هي دي اهو، يعني دي حاله، هل هذه الحاله تصدر من حكم موجود في النخبه؟ واقف متاهب وشايف الخط وشايف كل حاجه. في نقطه كمان ال 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 الحشيش نفسه الخط عامل ازاي؟ الخط كابتن فتحي والجامد، الخط واضح، هو واقف على نفس الخط، الخط 100%. عارف يا كابتن شريف بيقول لنا ايه؟ احنا كحكام مساعدين بيقولوا لنا ايه؟ اشتغل على الخطوط مظبوط، سواء خطوط اللي هي منطقه الجزاء او خطوط الملعب. يعني انت لو النهارده لو بتشوف الخط، الراجل هناك في الحته اللي هي الغامقه، وهنا الراجل هنا مغطي واحد اثنين يمكن ثلاثه مغطيين في اللعبه دي. بقول لك الاحداث اللي موجوده في المباراه كابتن بلال يمكن مش شايفينها، ولكن اللي احنا جبناه لا اخطاء كتيره جدا للحكم المساعد. بعد كده هنا يمكن في حاله مهمه جدا، بعض يرى ان هي في ركله جزاء كابتن بلال، ولكن هنا الكره لم تلمس الايد صحيح. يعني هي الكره نطت الايد مفروضه، ولكن هي ما جاتش في الايد، وبالتالي هنا يستمر اللعب، كان قرار صحيح لحكم المباراه. الحاله بعد كده نشوف، ودي حاله من الحالات المهمه، ده الهدف اللي جه كابتن ايمن، وده عند المساعد الثاني اللي هو انا شايفه ان هو افضل
واحد في طاقم التحكيم هنا الهدف هنا معلول هنا سابق بنص خطوه تمام لحظه التمرير وبالتالي لما اتعملت بعرض كان بيرسيزاو في موقف سليم ولكن هنا بدايه اللعبه تسلل. كانت تسلل وكان القرار للحكم المساعد كان قرار صحيح نشوف هنا هدف حسين الشحات تقريبا نشوف كان دي اول لحظه وبعدين راحت للاعب النادي الاهلي وبعدين اتعملت لتحت للشحات جاي موقف سليم تماما 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 انا جايب الهدف ليه عشان نقول الهدف هدف صحيح تماما ومفيش اي مشكله ولكن بصفه عامه كابتن ايمن لا مش هو ده التحكيم الافريقي يا جماعه يعني ده مش هو ده التحكيم وانت كحكم في النخبه لا يليك ابدا ولا انت ولا مساعد ان يكون في اخطاء هذه في هذه المباراه اتمنى ان يبقى في تطوير على مستوى كبير من لجنه الحكام في افريقيا مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله عبار عقبال المباراه اللي جايه شباب شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا كالعاده شكرك يا كابتن شكرا طيب كابتن شريف لو اخترنا رجل لمباراه اليوم لا هنقول رجل لمباراه اليوم على الكوتش انت في ايه يا بلال هو ما بيحبك لا اصل هو كابتن عادل اللي عليه الدور يا كابتن وانت من امتى بتحب عادل يعني لا ما بحبوش يعني أنا دي نقطه غريبه جدا بالنسبه لي ما بحبوش بس هو اللي عليه الدور هو بيحب الحق صح هو بيحب الحق مش هتتكلم الحق اللي يمشي لو اخترنا رجل لمباراه اليوم حسين الشحات حسين الشحات رجل مباراه اليوم الاسيست والتنفيذ ومن اول شوط كلنا اثنين عليه ان هو متميز هي الوحيد المتحرر وواحد ضد واحد وبيعمل زياده عدديه من نص الملعب لللاين فيرو عامل نشاط عنده الايقاع عنده كل حاجه بالتوفيق الماتش الجاي بقى حسين من منتظرينك باذن الله ما قلتش التيمبو المره دي قلت ايقاع ايقاع التيمبو التيمبو دي عندكم انتوا هنا تتيمبوا على حاجه واحده لازم تتيمبوا عليها كلكم كابتن اسامه لازم اقول لك شويه الاول قول يا كابتن اسامه زي ما انت عايز طبعا مصطفى شوبير في اكتر مواقف كان كويس جدا صد انفراد الشوط الاولاني وبعدين الكره اللي ضيقه محمد عبد المنعم كان هايل النهارده رغم ان الماتشات اللي فاتت قلنا محمد بعد رامي ربيعه يليهم مروان عطيه بس الافضل في المباراه من الشوط الاول زي ما كابتن شريف قال من وجهه نظري وحسين الشحات كابتن عادل ممكن اقول زيهم قول يا كابتن عادل زي ما انت عايز حسين الشحات وافضل اقول ولا برضه الخمس ست لعيب بقعد الف لا لا هي واحد بس هو حسين الشحات حسين الشحات كابتن بلال خلاص هم حسن اه كابتن لا بس لازم اقول برضه لا لازم قول يا كابتن بلال هي كابتن حسين الشحات حسين الشحات يا كابتن حسين الشحات يبقى نجومنا الكبار اتفقوا على ان حسين الشحات هو رجل مباراه اليوم بنستقبل زميل عزيز محمد ديك اللي بيشرفنا دلوقتي نتعرف منه على الصحافه بقى تناولت فوز النادي الاهلي النهارده ازاي بجد تحيه ليك كابتن ايمن وتحياتي للكباتن الكبار مبروك الفوز واحسن ختام لدور المجموعات صحيح ده ابرز العناوين اللي كانت في الصحافه بعد مباراه النهارده يمكن حساب الاتحاد الرسمي للبطوله الكاف قال ان الاهلي انهى البطوله في دور المجموعات في القمه بهدف حسين الشحات من حساب دوري ابطال الى صحافه جنوب افريقيا اللي ركزت على بيرستاو النهارده بيقولوا ان اهلي بيرستاو استطاع ان هو يحافظ على القمه بدون هزيمه سجل خالي من الهزائم كمان من صحيفه سوكر دلوما بيتكلم برضو ان الاهلي حافظ رسميا الاهلي على قمه المجموعه من جنوب افريقيا الى الصحافه المصريه كله بيتكلم على مسك الختام وصداره المجموعه يمكن الوطن هنا بيتكلم على احلى الخواتيم الاهلي يسقط يانج افريكانز وينفرد بصداره المجموعه بعديها بوابه الشروق بيتكلم على هديه حسين الشحات اللي حضراتكم اخترتوه يعني من احسن اللعيبه كان النهارده في الماتشات في المباراه بعدها موقع الفجر الاهلي يحكم سيطرته على دوري الابطال وتصدر المجموعه بفوز جديد على يانج افريكانز. الاخبار المسائي بيتكلم ان النادي الاهلي خاض 6 مباريات في دوري المجموعات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراه لا حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم. بيتكلم كمان بوابه الاهرام الاهلي يتاهل لدور الثمانيه بعد هدف حسين الشحات وقالت ان المباراه رفعت رصيد النادي الاهلي للنقطه 12 يانج افريكانز بعديه في المركز الثاني ب8 نقاط. يلا كوره بيتكلم على الرقم القياسي بيقول ان الرقم اللي النادي الاهلي متحقق من 2019 النادي الاهلي
لم يتصدر المجموعة، وكمان بيتكلموا على كان آخر حاجة المباراة دي هي بروفة قوية لمباراة الزمالك اللي حضرتك تطرقت لجزء منها في المباراة الجمعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. في الجول برضو بيتكلم على رقم قياسي برضو لم يتحقق من 2008 اللي هو برضو عدم الهزيمة، نفس الرقم يا كابتن. السنة دي الأهلي لعب 6 ماتشات في دور المجموعات، كسب 3 ماتشات وتعادل في 3 ماتشات، وهو ده اللي حصل في 2008. من المفارقات العجيبة كمان إن في 2008 كان الكابتن أحمد بلال حتى منزل صورة التيشيرت بتاعته على الستوري، البطل إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله ونحقق اللقب الـ 12. مارسيل كولر برضو الكورة بلس بيتكلم على إنجازه برضو في مقارنة بماله الجزئي، لعب 6 ماتشات كسب 3 وتعادل 3 اللي هو اللي حقق في 2008. بقيه الارقام القياسيه برضو اللي اتكلمت بعض الزملاء اتكلموا فيها، النادي الاهلي للمره الثالثه على يعني المره الثالثه في تاريخه يتخطى دور المجموعات بلا هزيمه، حقق في 2005 2008 و2024، وان شاء الله يكون من نصيبنا المرتين اللي فاتت 2005 2008 كان من نصيبنا اللقب، ان شاء الله في 2024 23 ان شاء الله يكون من نصيبنا اللقب. برضو اللي بيتكلم ان النادي الاهلي لعب 8 ماتشات لحد الان في البطوله، الحمد لله لم يخسر اي مباراه، ويمكن فرقتين بس يا كابتن اللي هم ما خسروش معانا لغايه دلوقتي، لسه بكره قد يحدث ويستمر النادي الاهلي ان شاء الله على الصدر، بترو اتلتيكو الانجولي واسك موموزا الايفوار، الفرقتين الوحيدين لغايه دلوقتي لحد دلوقتي ما خسروش ولا مباراه مع الاهلي. بكره عندهم ماتشات، فممكن النادي الاهلي ان شاء الله يستمر لوحده في هذا السجل كويس. برضه بيتكلم على ان النادي الاهلي بمناسبه الرقم بس اتفضل. دلوقتي الكابتن بلال وضح لنا كده في الفاصل ان في تساوي ما بين يانج افريكانز سوري بين سان داونز ومازيمبي بالظبط، حتى بيقول في الارقام تقريبا واحد تمام. لو هم تساووا بكره يعني تعادلوا والنقاط زي بعض والاهداف زي بعض وحتى تسجيل الاهداف زي بعض، الوضع ايه؟ لا كده صعب خالص، نتكلم كده في اللي هتدخل بعد كده إيه؟ اعتقد تخش في انذارات وطرد ده الحل الاخير، لعب النظيف لعب النظيف ودي حسبت قبل كده في كذا بطوله رسميه، ممكن النادي الاهلي قصدي الاتحاد الافريقي ياخذ على هذا النظام، فكره طالما انت عندك الاهداف والمباريات واللقاءات والاهداف المسجله واللقاءات المباشره فانت بتنظر للعب النظيف. اللعب النظيف نفرض انهم تساووا كمان يبقى قرعه بقى، غالبا تبقى قرعه مباشره غالبا كده في اخر حاجه صحيح. وان شاء الله ما توصلش كده ان هو سان داونز عنده المباراه على ملعبه وعنده تار مع مازيمبي هو خسر قبل كده الماتش اللي في هناك في مازيمبي كان خسران، فاعتقد سان داونز عنده كمان افضليه كمان ان النهارده الاتحاد الدولي لكره القدم اعلن جزء شويه من تصفيات كاس العالم للانديه، الجزء بتاع كاس العالم للانديه ايوه، فسان داونز بكره لو كسب هيخش على طول هيدخل اذا الاهلي والوداد وصلوا للنهائي لو الاهلي والوداد حاله وصول الاهلي والوداد للنهائي في حاله الاهلي والوداد وحد فيهم كسب البطوله سان داونز هتاهل مباشره متاهلين اوريدي بالظبط كده ان الاهلي والوداد متاهلين، لو حد فيهم وصل لكاس العالم اللي وصل للنهائي وحقق اللقب سان داونز هيخش معانا في اللعبه في لعبه كاس العالم للانديه. من الحاجات الثانيه الارقام القياسيه المميزه للمره الرابعه على التوالي النادي الاهلي يخرج بشباك نظيفه، ودي ثالث مباراه لمصطفى الشوبير في دوري الابطال، ومن الارقام برضه حضرتك اتكلمت فيها ان مصطفى الشوبير برضه من نجوم المباراه النهارده، لثالث مباراه على التوالي يخرج برقم بشباك نظيفه. برضه رقم مميز لحسين الشحات وصل للهدف رقم 20 في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي ليعادل رقم وليد سليمان، قبليه ثلاث لعيبه الكابتن عماد متعب الكابتن ابو تريكه الكابتن محمود الخطيب. برضه من الحاجات المميزة إن النادي الأهلي يحافظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية التنزانية على ملعبه، تحديدًا على ملعبه، لعب 12 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في مباراة واحدة. برضه من الأرقام المميزة مارسيل كولر يحقق الانتصار رقم 59 في جميع المسابقات مع النادي الأهلي. كمان مارسيل كولر يحقق انتصاره رقم 14 مع النادي الاهلي في 22 مباراه بدوري ابطال افريقيا، ده رقم الانتصار رقم 14. اخر حاجه الاهلي يحافظ على نظافه شباكه للمره 16 تحت قياده مارسيل كولر، 16 مباراه بشباك نظيفه في 22 مباراه. 22 مباراه منهم 16 مباراه النادي الاهلي
مع مارسيل كولر ياخد بشباك نظيفه، وده يدل على قوه خط دفاع النادي الاهلي وصلابه حراس المرمى. ونتمنى ان شاء الله مزيد من الانتصارات للنادي الاهلي في الفتره القادمه. عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه، وان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا ويحقق انتصار كالعاده. ديربي مهم ده بالظبط، يعني ده ان شاء الله نكسب فيه باذن الله رب العالمين. شكرا لك كابتن ايمن، وتحياتي للكابتن الكبار. شكرا يا ديك، شرفتنا كالعاده. شكرا يا كابتن دي. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ويانج افريكانز في الجوله الاخيره لدور المجموعات في بطوله افريقيا ابطال الدوري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتاكيد صدارته للمجموعه الرابعه عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق في المباريات القادمه ان شاء الله، والبدايه في كاس مصر، نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك يوم الجمعه القادم بالمملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. شكرا يا كابتن، شرفتني. نشكرك ومبروك، وعقبال ان شاء الله اللي جاي، كل اللي جاي ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الرحمن شرفتني يا كابتن. ولا شكرا. مبروك يا كابتن، واتمنى اللي جاي ان شاء الله ماشي اللي جاي طبعا ان شاء الله باذن الله رب. مش كل اللي جاي ايوه جاي. كابتن اسامه عرابي متشكرين يا كابتن، شرفتني. والف مبروك يا ايمن، ومبروك طبعا للفرقه كلها، وطبعا ربنا يسهل ان شاء الله في ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي. المباراه هتبقى كبيره، ونتمنى ان هي ممتعه ان شاء الله، لكن نتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي باذن الله رب. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، شرفتين. شكرا يا كابتن، مبروك للنادي الاهلي، عقبال الماتش اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. استوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وورقه حياتي.